انتوا لسه مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا الف مرحب بكل اللي انضموا لنا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم في البدايه، ضيفي النهارده واحد من نجوم الزمالك الكبار، واحد من اللعيبه اللي تالقت في مركز الظهير الايسر في السنين الاخيره في مصر، وكان واحد من افضل اللعيبه اللي ظهروا في الحته دي. ضيفنا النهارده هو كابتن طارق السيد. يا كابتن مصر، برحب بيك حبيبي. يا كيم، اخبارك ايه؟ كل حاجه جدا والله. وانت كمان، اخبار الدنيا ايه؟ 100 100 الحمد لله رب العالمين. الزمالك عمل ايه من وجهه نظرك امبارح؟ هل قدم لقاء يعني كان ممكن يعمل احسن من كده، ولا الظروف والغيابات وسوء مستوى بعض اللاعبين والحاجات دي كلها، فالنتيجه تعتبر مقبوله؟ هي من ناحيه النتيجه مقبوله، فهي مقبوله. حلو. انا من وجهه نظري ان النتيجه مقبوله جدا على اللي انا شفته من التشكيل ومن الشكل ومن الاداء بعض اللعيبه اللي ما كانتش في حالتها الطبيعيه. صح. الزمالك امبارح خرج بافضل نتيجه كان ممكن يخرج بيها بعد بدايه شوط في منتهى السوء من وجهه نظري الشخصيه. ليه؟ علشان التشكيل اول حاجه، يعني التشكيل ولا حاله اللعيبه؟ دي حاجه مالهاش علاقه بطريقه اللعب. طب اشرح لي بقى الاثنين. التشكيل كان ايه الغلط فيه؟ التشكيل الغلط ان انا لما بيجي اعمل انا من وجهه نظري الشخصيه كنت بقول ان الماتش ده افضل شكل ليه 4-3-3. ماشي. اقفل نص الملعب بتاعي انا، وانا رايح العب الماتشات النهائيه دي لازم اكون عارف انا عايز ايه من جيم، اطلع من بره ملعبي يعني باقل الخسائر 100%. حلو. فازاي اعرف اطلع باقل الخسائر؟ ان انا اعرف ادافع كويس. ماشي. واشتغل بعد كده على الحته الهجوميه، اخليها بشكل منظم وشكل هادي. لكن سجلت يبقى خير وبركه، ما سجلتش يبقى ما استقبلش، ما يجيش فيه. وده الصح في الكوره خاصه في النهائيات. حلو. انما لما ابتدي الشوط الاولاني اول 10 دقائق 1-0، انا قربت الدنيا على نفسي. صح. وحطيت نفسي تحت ضغوط ولعبت تحت ضغوط عاليه جدا. دي نقطه بالنسبه للعموم في الجيم. ايه الغلطات؟ كل مصر شافت. ما ينفعش انا ابتدي بسامسونج هاف ليفت باي وضع من الاوضاع. انا كشفت خط كامل طولي مش عرضي. هو كان ايه دوره امبارح؟ انا ما فهمتش. هو يعني بيلعب مكان مصطفى شلبي، ولا بيلعب تحت سيف الجزيري، ولا بيلعب جنب سيف الجزيري؟ بيلعب فين؟ ولا حر؟ هو لعب في 3 مراكز. صح. الاصل في الموضوع ان هو كان بيلعب هاف ليفت. حلو. لكن انا ما ربع 5 دقائق ولقيته هاف رايت. ماشي. 5 دقائق ولقيته تحت سيف. 5 دقائق هاف ليفت تاني. عارف انت الراجل دوخنا امبارح بلغه الكوره، حطه هنا وهنا وهنا، وفي نفس الوقت كان بيدوخ مع زيزو، لان انت مرتين نقلت زيزو ناحيه الشمال عشان يساعد فتوح في الحته الدفاعيه. طب هو المفروض ان زيزو يبقى عامل مساعد في الحته الدفاعيه، ولا زيزو افضيله دماغه عشان يبقى يهاجم ويعمل التحولات الهجوميه بتاعتي؟ وده بناء على، عشان كده بقول لك ايه، في غلطات في التشكيل، زائد كمان في غلطات في طريقه اللعب. ليه طريقه اللعب؟ الفرقة دي بتلعب ازاي؟ انا لو اتفرجت على الفرقة دي كمدرب هلعب غير الطريقة اللي لعب بيها مستر جوزيه جوميز خالص. ليه؟ خطورة فرقة نهضة بركان الجنبين، كرة العرضية والثابتة. يبقى انا عشان ما وصلش للفرقة دي للكرات العرضية من الجنبين، لازم اقفل الجنبين بشكل كويس جدا. وقلت قبل الماتش ان احنا لازم نلعب على الاقل خالص هاف باك ليفت 8. يبقى انا بلعب بثلاثة جابها فيها 3. الله ينور عليك. على اساس ان انا ادي حرية بشكل كبير جدا للهاف ان هو ما يرجعليش ويوقف الباك رايت او الباك ليفت، وفي نفس الوقت لو عدى يبقى بيميل عليه نمرة 8 اللي هو بيغطي مع الباك. اوكي. وفضي دماغي الباك للحتة الدفاعية مع الهاف بتاعه. يبقى انا كده حليت مشكلة الكرة العرضية، مش هجيلي كرة عرضية من الجناب. الثوابت لو الكره ما وصلتش هنا خلاص مش هتوصل، ما فيش حاجه هتبقى خطر يعني. الله ينور. لو حتى بعيد تمام. الله ينور. دي نقطه. النقطه الثانيه، اوريدي الفرقه دي ما بتلعبش اختراقات من العمق خالص. فاوريدي انا مش محتاج 2-6 في نص الملعب في قلب الملعب، انا محتاج 8 يغطوا مع الباك والهاف، وده كان هيديك حل كبير جدا بان انت مش هتوصل عندك الكره كتير في ال 18 بتاعك، او تحط لي محل شك في اي كره زي البينالتي الاولاني او كورنر او الكلام ده كله. فهنا يبقى انا حليت الموضوع من القصه من اولها من بدايتها. طيب لما انا هريح الهاف بتاعي هعرف اعمل تحولات وهو بصحته،
مش هرجع زيزو ال 18 بتاعك يبقى مستهلك وهو بيرد عشان يرد وياخد الكره ويعمل الهجمه المرتده. مش شايف مش قادر خلاص. ده انت شفت زيزو جاب من جوه قوي امبارح قوي لانه جري كتير قوي. هو برده ما كانش في حالته امبارح يعني زيه زي فتوح زي كذا حد ما كانوش في احسن احوالهم. ما عنديش مشكله بس هي دي اللي خلت زيزو مش في حالته. ان انا برجع انا في كره شفت زيزو كان مغطي ورا عمر جابر صح ونده على عمر جابر قال له خليك انا واقف. طب هل يعني زيزو كده في الكره دي باك رايت. طب انا زيزو هرجع باك رايت وهغطي وبعد كده المفروض عليا ان انا همسك الكوره وهطلع بيها وهضرب 100 متر سبرنت عشان اروح اجيب جون قدام او اعمل كروس باس او طب عشان اوصل المسافه دي هكون صح جبت صح صح يعني صح محتاج هوايات على الرئة. اي صح. فالموضوع كان مستر جوزي جوميز واضح ان هو ما اتفرجش على فرقه نهضه بركان بشكل كويس. يعني يا اما حاجه تاني ان اللي اداله تحليل الاداء بتاع فرقه نهضه بركان اوريدي ما بيفهمش في الحته دي. طب مش برضو حتى لو حد اداله تحليل الاداء هو المفروض يبقى ليه نظرته؟ ده طبيعي. ما انا بقول لك انا في الاول قلت ايه المفروض هو اللي يتفرج هو اللي يذاكر. هو اللي يذاكر فيه. طبيعي جدا ان انا كمدير فني حتى لو محلل الاداء بيجيب لي الشغل بتاعي لازم اكون شفت الفرقه دي ماتش واثنين وثلاثه. طبيعي جدا. وعارف نقط قواهم ونقط ضعفهم عشان حتى لما يقعد معايا محلل الاداء ويقول لي ده كذا وده كذا وده كذا اعرف الراجل ده معايا بيقول صح ولا ما بيقولش ولا بيهبد يعني. ما بيفهمش صح صح ما يعني مش معنى كده ان الناس ما بتفهمش. فاهم قصدك بس ممكن يبقى قلشت منه الماتش ده ما اتفرجش قوي ما ذاكرش. انا شفت كمدير فني عشان خاطر لما اجي حتى اجازف بحاجه يبقى انا جازفت بدماغي ما جازفتش بدماغ كريم. فجازفت على وجهه نظر عندنا مش على وجهه نظر ممكن تبقى غلط في دماغ واحد تاني اصلا. الله ينور عليك. طب يعني انت من وجهه نظرك ان الراجل ابتدى بتشكيل غلط وبطريقه لعبه غلط 100%. فالشوط الاول انت ما جيتش 45 دقيقه الزمالك كان سيء. لو لا قدر الله لا قدر الله مش محظوظ كان ممكن يبقى النتيجه اكبر من كده. صح صح. فالموضوع كان هيبقى صعب جدا. وخد بالك اقول لك على حاجه ده كمان فرقه نهضه بركان اديتك الجيم الشوط الثاني جد وانت يعني في اول دقيقه جبت يعني جون وربنا سبحانه وتعالى وفقك بجون صعب في وقت كويس قوي. صعب ف بلغه الكوره اركب. اركب الجيم التاني ودوس بقى وخلص. لا ده انت كمان عملت حاجات غريبه جدا. انت قعدت سايب سامسونج في الملعب 70 دقيقه. طب ده كلام. انت عايز توجد حلول لنفسك ما وجدتش ومش عايز تغير لمده 70 دقيقه. فضيعت من الشوط الثاني وقت كبير جدا اللي بيه التغييره اللي نزلت ما خدش اصلا وما دخلش بسرعه يعني. يعني وبعدين عمل اختراع غريب جدا مستر جوزيجو بيس. انا بالنسبه لي من اغرب التغييرات اللي شفتها وما فهمتهاش والله يعني. انت عارف انا هتكلم على ايه؟ طبعا تغيير الدونجا بنصر منسي. انت فهمتها؟ طب انا مش فاهمها. انا ما شفتش حد فاهمها. انا نفسي اعرف ايه وجهه النظر في التغييره دي. طب اقول لك وجهه نظر هي جت في دماغي مش عارف هي يعني صح ولا عبيطه ولا ايه. انت مش مقتنع بيها خالص بس يعني ما اعرفش. انا قلت يوجد لي العذر يمكن هو بيفكر في كده ان ناصر مثلا بيلعب راسه كويس وهم بيلعبوا كرات طويله كتير فيبقى حد بيعرف يستقبل الكره يعني او بيتحرك بيتعامل براسه كويس. هو ناصر رجع ورا ولا كان بيشتغل؟ كان موجود في نص الملعب. انا شايفه في نص الملعب. لا كان بيلعب تحت الفيرود تحت سيف الجزيري. يعني يعتبر هو بيقابل الكوره الاولانيه لما بتتلعب. طب انا هفترض معاك حتى ان هو كان بيلعب تحت سيف وده مكانه. لا يعرف يلعب فيه يعني. لا وكمان اللوغاريتم بالنسبه لي مش كده بس. اللوغاريتم ان انت نزلت احمد حمدي سته جنب الشحاته. ليه بقى وانت عندك زياد على الدكه مثلا؟ انا دي انا مش قادر. انا لو مش لو مقتنع بزياد مثلا ما اعتقدش لعبه ماتشات. ما انا عارف بس يعني ماتش زي ده ليه ما تلعبوش؟ ليه ما تلعبوش من الاول؟ ليه ما تلعبش بدونجا وشحاته وزياد وتقفل نص الملعب؟ انا شفت لقطه في الجيم حسيت ان مستر جوزيه جوميز بيفكر بالاسلوب ده. اللي هو ايه؟ مستر جوزيه جوميز كان طمعان جدا في الجيم ده ماشي انه يكسب ماشي وده غلط. ازاي يا عم طارق انت بتقول غلط ان هو بيفكر يكسب؟ غلط لان انت جازفت زياده عن اللزوم قوي. المجازفه الزياده عن اللزوم قوي دي لعبه قمار. فتقصد انه عمل كده من خلال تشكيلته وطريقه لعبه من التغييره دي ولا من التغييره دي ومن أوكي. ومن كلامه مع بعض اللعيبه ان خدوا روح خدوا روح. عارف اللي هو ايه؟ انا في دماغي اكسب ما عنديش مشكله والله انا عايزك تكسب بس ما تلعبش لعبه قمار.
تقصد بعد تغيير سامسون بناصر نداي سوري تغيير دونجا بناصر. الله ينور عليك. هو خلاص بدا بقى ايه حس ان الفرقه دي ما بتهاجموش وما بتروحش عليه، فانا هزود واحد مهاجم وهقلل عدد المدافعين عندي ورا، واللي بيه ممكن اخطف جون ابقى اتعادل او اكسب. ده المبرر الوحيد اللي جه في دماغي، بس مبرر من وجهه نظري خطر بنسبه 100%. انت كان ممكن تستقبل التالت والامور تبقى صعبه. هي دي. ولو استقبلت جون في الوقت ده انت كنت رحت في حته مش حلوه خالص. صح. خالص صح. ما تلعبش قمار. كريم، في حاجه مهمه جدا في الكوره لازم الناس تفهمها. ايه هي؟ تاني وتالت ورابع بقولها في كل حته، انا رايح الجيم ده عايز منه ايه؟ انا ايه الغرض من ان انا بلاعب فرقه نهضه بركان في بركان، اللي هو ايه اللي هو حصلت مع فرقه قليله جدا 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 مع الزمالك. لعب مع التا سولار وشلنا تلاتة. صح. ولولا التوفيق بتاع ربنا وجمهور الزمالك رجعت اربعه هنا في جون، يعني جاي بالخناق. فانت كان ممكن بالفكر ده، هديك بقى فكر حصل، جاب لنا بطوله كبيره جدا 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 2002. بنلعب نهائي افريقيا مع الرجاء، الرجاء المغربي في المغرب. حلو، عشان تعرف الفرق بين حلو قوي المثل ده بقى. احكي لي كده، عملتوا ايه اليوم ده؟ لعبتوا ازاي؟ تشكيلتك كانت عامله ازاي؟ الفرقه دي فرقه مرعبه قدام. صح. عندها هشام بشروان، فرانسوا، هاف ليفت قوي جدا، اقوى خط هجوم في افريقيا في السنه دي. وهشام بشروان باين خد احسن لعيب في الفتره، كان جامد قوي وقتها بعد وليد صلاح عبد اللطيف. طيب احنا بنلعب 3 5 2. حلو. اختراع ابن جنيه. اختراع جامد جدا اتعمل في الملعب. ايه هو؟ مستر كابرال والدكتور محمود سعد عملوا حاجه ما بتحصلش في الكوره، لعبنا صريح ثلاث سردباكات. ماشي. بشير عبد التبعي، مدحت عبد الهادي، حسام عبد المنعم. ثلاثه فلات؟ ماشي. وراهم ليبرو اصلا اللي هو واقف. والقباني. حلو، فانت لعبت واحد وثلاثه مساكين، ليبرو وثلاثه مساكين. الله ينور عليك. الثلاثه ماسكين الثلاثه دول. ماشي. لغيت الثلاثه دول، وراهم واحد بيلم الكوره. فاهم. وباك ليفت وباك رايت. ماشي، باك ليفت طارق. باك رايت. اعتقد يا اما احمد صالح الكابتن ابراهيم حسن. واحد من الاثنين. كابتن ابراهيم، اعتقد كابتن ابراهيم. ماشي. وبعدين ابو العيله وتامر عبد الحميد. ده انت مقفلها ضبه ومفتاح. ماشي. وليد صلاح عبد اللطيف تحت حسام حسن. بس كده. ماشي. فانا رايح الماتش ده عايز اطلع باقل الخسائر. صفر صفر يا باشا. صفر تعالى صفر. بقى هنا تعالى بالظبط هنا في الواسع حبيبي. صح. طب ما هو برضو واحد يسمعنا دلوقتي يقول لك هو في فكرتين عند اي مدرب. في واحد زي مستر كابرال يروح هناك المغرب يقفل ضبه ومفتاح، وزي ما قلنا في الاول سجلت خير وبركه، ما سجلتش يبقى انا طلعت صفر صفر. ضيعنا فرصتين. وهم ضيعوا، وهم وصلوا. بس قصدي ان انت في مدرب يختار الحل ده انه يقفل ويلعب على المضمون، وفي مدرب لا ياخد المخاطر يقول لك انا لو خلصت الجيم بره فانا حطيت رجلي على البطوقه، يعني حطيت ايدي على الكاس. انت جبت جون دلوقتي، جبت جون بجد. حصلت في 2016. ماشي. نهائي افريقيا صن داونز، مؤمن سليمان طمع هناك. شلنا كام؟ ثلاثة. كان بيلعب بمين؟ فاكر؟ بناس ستانلي وايمن حفني. هقول لك. لعب ايمن حفني، مصطفى فتحي، شيكابالا. قدامهم باسم مرسي. ماشي. ثلاثة وواحد قدام. ماشي. واثنين ديفندرين. وباك ليفت وباك رايت واثنين سيد باكين. وكان بيهاجم، يعني كان فاتح الجيم. قال لك انا هروح اجيب جون واكسب. هو قال كده تصريح معروف. على فكرة مؤمن من مدربين كويسين قوي. صح. وعامل تاريخ كبير جدا في العراق وبياخد بطولات. صح. جدا مدرب كويس قوي. بس ممكن تودي دماغك لتفكير شاذ في الكورة يخسرك كتير. اطلع من هناك صفر صفر وتعالى هنا اعمل هو اللي انت عايزه. وقتها برضو كان مؤمن سليمان ليه عذره شوية ان كانت فرقة غيابات كتير والدنيا صعبة قوي، عمال يوفق ده في ده وحاجات كده، بس هو برضو غلطان انه فتح الجيم مع فرقة زي دي. معاك على فكره. والله انا بحبه جدا. فاهم. ده ملوش علاقه بالحب، ده ليه علاقه انت خسرت جيم هناك ثلاثه، لو قعدت تحارب هنا من هنا للسنه الجايه مش هتكسبهم اربعه. خلاص خلصت. انت البطوله خلصت هناك. صح. هو امبارح مش كان ممكن البطوله تخلص هناك؟ صح جدا.
لو ادالك ثلاثة ولا أربعة خلاص خلصت. هتيجي هنا تاني. هيجوا هنا هم يقفلوا ويركنوا الأتوبيس ورا. لا دول مش أي حد. صح وهنقعد نموت نفسنا على الأرض. خناقات بقى وضرب وإسعاف داخلة وإسعاف خارجة والدنيا إيه؟ قابلني بقى. أقعد بقى حارب من هنا للسنة الجاية يا عم كريم. فهي الفكرة أنت أنت إمكانيات لعيبتك إيه؟ وهتعرف تعمل إيه؟ وهتقدر تعمل إيه؟ ماشي. اللي جاي بقى. يعني أنت عندك الماتش اللي جاي طبعًا لا صوت يعلو في الشارع الزملكاوي على الصوت ده على الماتش ده. هيعمل ايه جوميز في الماتش ده؟ اعتقد ان هو مش هيغير كتير كتشكيل. والله والله باستثناء مركز واحد بس سامسو. لازم يدور على اختراع تاني غير سامسون في المركز ده. بس مش اختراع. بص هو انت لو انت سيبك من اللي هو هيعمله دلوقتي قول لي انت بقى. لو عندي انت عندي حلين. واحد من اتنين ما لهمش تالت. يا سيد نيمار يا ابراهيم اندو. ماشي. يعني ليه بقول الاثنين دول ما هو ممكن ما يبقوش موفقين برضه. ما انا فاهم يعني في الكوره عادي والاثنين مش في احسن احوالهم مثلا. بس ده مركزهم الاساسي. هتلعب بيهم هاف ليفت. ماشي. ده مركزهم الاساسي. ممكن اعمل اختراع تاني. بس كان المفروض هيتعمل هناك. اللي هم الثلاثه الديفندرات اللي انت قلت عليهم. واحط احمد حمدي هاف ليفت. ماشي برضه مقبوله. اوكي. بس انا مش عايز العب في مركز حد. يعني هتبقى مقبوله قوي ان انا العب باتنين ديفندر وعشرة وهاف وهاف وفيرود. ماشي. مقبوله جدا بالنسبه لي ومقبوله جدا بالنسبه للناس. اوكي. حتى لو لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله مش هيحصل حصل اي حاجه بقى انا لعبت الـ 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 الامان قوي. او اللي هو ايه المظبوط قوي وسيبها بقى على ربنا سبحانه وتعالى. في الاول في الاخر دي كوره. ما هياش لا صح ما هياش انت رايح يعني تعمل حاجه انت ضامن 100% ان انت لا هتعملها. لا مش الكلام ده مفيش ضمان في الكوره. الكوره ما فيهاش كده في الحياه عامه. الله ينور عليك. انت ممكن تبقى بتعمل كل حاجه صح وفي واحده غلط سلام عليك وبتخسر. انما الصح ايه؟ ان انا احط لعيب في مكانه. يعني انا مثلا في مره من المرات اوتوفيستر كان عندنا غيابات في مركز الباك رايت كله مصاب. ماشي. فجاي قال لي ايه انا همرنك باك رايت. ماشي. قلت له ما عنديش مشكله بس مش عارف العبها كده صريح. قال لي مالكش دعوه. قلت له حاضر. اتمرنت واشتغلت وعملت تقسيمه واثنين وثلاثه حس ان انا مش هعرف. فخلاص اوكي. بس انا صريحتك كمدرب مش هتقول لي اتمرن كذا وهقول لك لا هعمله. بس انا مش هعرف. فاهم. مش بتاعتي خالص. يعني انا شفتها كمان في الدوري الاسبوع اللي فات ده. او اللي قبل اللي فات. بيراميدز وفيوتشر. بيراميدز وفيوتشر. كريم حافظ لعب باك رايت. وهو شو ومركزه الاساسي هي باك ليفت هاف ليفت. هو ما عملهاش سيء للغايه بس ما عملش حاجه. فاهم. عارف انت ايه ومش هو... مطلوب بصراحه مش مطلوب. صعب قوي يعني. صعب يعني... يعني في استثناءات يقدروا يعملوا الحاجات دي بس يعني... قليلين قوي يعني. بس لما يبقى عندي انا ككوتش كريم احمد توفيق جنبي او احمد فتحي جنبي ولاعب كريم حافظ لا يبقى في ايرور. طبعا صح جدا. على الاقل دول حتتهم على الاقل حتى لو وحشين لو بس حته حملته صح جدا هيبقى كويس. صح جدا. عشان كده بقول لك ايه العب كل واحد في مكانه. بس ليه اوسيريو فشل؟ عشان كان بيفتي في الحاجات دي. صح. والله صح صح. يا معقوله يا جماعه معقوله فتوح ستة ومش عارف مين عشرة ومين باك ليفت ومين لا كان بيعمل حاجات. انا شفت نضايق بيلعب خمس مراكز. والله صح صح صح. والله اللعيبه كانت متلخبطه. صح جدا. ماشي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. عندنا كلام تاني كتير نقوله مع ضيفي النهارده كابتن طارق السيد في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. انتوا لسه مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كابتن طارق السيد ضيفنا النهارده في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. اسالك بقى على شويه اسامي كده وبغض النظر عن امبارح يعني مش الموضوع تقييم امبارح لكن تقييمه في العموم. شايف جوميز ازاي؟ خوسيه جوميز مدرب كويس لسه ما بانش؟ لا شايفه ازاي؟ طب يعني انا بيبقى عندي تقييم معين كده في حاجات معينه ممكن ما بتعجبش الناس. نسمع هي وجهات نظر. بس انا شايف ان جوزيه جوميز ترينر مش كوتش. بمعنى بيعرف يمرن كويس قوي. انه ما بيعرفش يحط تشكيل وما بيعرفش يغير. بيعرفش يدير الماتشات. لكن بيعمل تمرينه حلوه 10 على 10. اوكي.
وده ما ينفعش في الانديه الكبيره. طبعا زمالك بنادي بطوله، فانت الانديه الكبيره دي بتبقى محتاج الاثنين، شخص بيعرف يعمل الاثنين. اقول لك على حاجه، اوتوفيستر ما بيعرفش يمرن بربع جنيه ماشي، بس بيدير ماتشات، بس برنس فاهم، تغييره تغييره ماشي، تشكيل تشكيل، رؤيته في اللعيب رؤيه ثاقبه. اوكي كابرال كان ايه؟ كابرال رؤيته حلوه وبيعرف يمرن، بس كان معاه اسم في التدريب تقيل قوي، كان مريحه في حاجات كتير جدا كمدرب عام وكمدير كوره، دكتور محمود سعد. اوكي فكان بيساعده كتير، فعارف انت كيميا وركبت فاهم، وكمان معاهم كان نجم نادي الزمالك ومن احسن باكات ليفت جت في تاريخ مصر، كابتن احمد رمزي. احمد رمزي طبعا، الثلاثي مع الكابتن طارق يحيى، التلاته كويره، التلاته بيفهموا ماشي مع الراجل، كانوا بيسهلوا له فالدنيا الجمهور. مشيت كويس. فينجا ده كان ايه؟ لا ده عالمي، ده الاثنين ترينر وكوتش. وكوتش اوكي، ترينر وكوتش حاجه تقرب المايك سنه منه، حاجه تفرح بجد. أوه. لا 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 لا، ده بقى ما ده من اقوى المدربين اللي جم اتعاملت معاهم. وهقول لك على حاجه بلغه الكوره، مصري من شبرا، صايع يعني، صايع جدا 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 جدا. المدرب الاجنبي الوحيد اللي شفته بيسوق في مصر، بيسوق ها والله، وكان بيتعامل عادي لوحده وبيسوق عادي، وبيمشي وبيمشي زي ما كانه مصري عايش في مصر بقاله 40 50 سنه ماشي. حاجه يعني انا بص، انا ليه انا جبت لك اصعب حاجه في الدنيا، فبيتعامل مع اللعيبه بشكل مختلف عن حتى اللعيبه المدربين التانيين. لا بيتعامل التعامل فاهم قصدي، غير طبيعي، بيفهم اللعيبه بيعرف يتعامل ازاي، يجيب لك بص يقعد معاك يريحك نفسيا، خليك نازل ملعب انت نجم العالم فاهم، ما عندكش مشكله ماشي. فانت جوميز مش راجل بيعرف يدير الماتشات من اللي انا شفته في الفتره اللي فاتت كله ماشي. ففكره ربطه بالفوز بالكونفدراليه شايفه منطقي؟ هو بص اقول لك على حاجه، الزمالك ان شاء الله باذن الله هيكسب الكونفدراليه، حلو، مش شرط ان جوميز مدرب جامد فاهم يعني. هقول لك على حاجه، احنا خدنا بطولات مع مدربين ممكن يكونوا مش احسن حاجه جد طبعا، مش عايز اكلم يعني صح انما فرقه والاجواء والظروف والبطوله والمنافسه حاجات كتير قوي. الله ينور، انما تشوف امتى بقى ان ده مدرب جامد قوي او مش مدرب جامد قوي؟ في المواقف اللي بتحصل، زي مثلا ماتش امبارح، زي الماتش اللي حكيت لك عليه بتاع الرجاء، زي مثلا كابرال ماتش اسك في اسك، كابرال في ماتش اسك في القاهره، الفنجادة في بطولة عربية، في بطولة دوري عام، في ماتشات صعبة جدا، ماتش أهلي وزمالك، تشوف بقى الفكر وتشوف كرة جوميز كرة حلوة عنده. أوكي. عنده شغل ملعب بيحاول يعمله بس مش مكتمل. يعني أنا بستحوذ في نص الملعب 10 على 10، بس بطور الاستحواذ ده في الحتة الهجومية أنا مش شايفه لسه كصناعة لعب وصناعة فرص. اوكي، اللي بيعمل الفارق كواليتي اللعيب، مهارات اللعيب اللي عندك، زيزو، احمد حمدي وزيزو وعبد الله وناصر لعبت الكورة اللي عندك. اوكي بعرف احلل كويس، انت عمنا كلنا حلو. الناس لامت على حسام عبد المجيد كتير في السنين الاخيرة او في السنتين اللي فاتوا، يعني ما بين رأي بيقول ان حسام عبد المجيد محتاج يستوي وينضج ويكبر وياخد خبرات اكتر وهيبقى لعيب جامد جدا، وبين راي تاني بيقول لك لا هو كواليتي مش كواليتي الزمالك. طارق السيد شايفه ازاي؟ مش معنى السؤال ده بس. اصلا انا هسالك على اغلب اللعيبه اللي هي علامات، يعني هقول لك على حاجه، حسام عبد المجيد مع فيريرا كان متدفي. اوكي، باللي حواليه، ورا الونش قدامه فتوح، في عزه ماشي، في اعلى مستوى ليهم في الدنيا، فظهر بشكل قوي جدا. اوكي، حسام عبد المجيد في طريقه 4 4 4 3 3 مش احسن حاجه. ليه؟ لان مفيش حد وراك هيغطيك، مفيش حد وراك هيشيلك، فالغلطه في فوره باينه، الغلط الغلطه باينه، هتغلط ولو غلطت بتظهر. انما في ثلاثة كانت ما بتظهرش قوي. اوكي، فيريرا كان مدفي الفرقه.
هو ده الفرق بين الكوتش والترينر. بيبقى عارف ان كل واحد ازاي اعرف اخبي عيوبك كلاعب كوره. كل واحد يداري عيوبه ازاي او يطلع احسن ما فيه ازاي. الله ينور عليك. ماشي. اهم حاجه في الكوتش ان انا اعرف اخبي عيوب اللعيب بتاعي. لاني اكيد 100% فيريرا كان مجبر على اسامي كتير. على الاسامي دي. على اسامي كتير اصلا. صح جدا. بس مضطر يلجا ليهم فبيحاول يحسن الصوره يعني. وده الفرق بين فيريرا واي مدرب تاني. مع اني ما اتمرنتش معاه ولا اشتغلت معاه. بس شايفه عبقري. لا لا في حته تاني خالص. ده راجل بقول لك بيعرف يداري عيوب اللعيبه. طلع من سيد نيمار احسن حاله في احسن نسخه. صح. من كذا حد اصلا. طلع من حسام عبد المجيد احسن نسخه. طلع من فتوح احسن نسخه. على الرغم ان فتوح اوريدي لعيب كبير. صعب طبعا. ماشي. طلع من مين تاني؟ من اسماء كتير قوي. كله تقريبا. يعني يعني خلى زيزو في حته بعيده قوي. قوي. وما كانش بيرجع دافع كتير. صح. جدا. ودي برضو ميزة. صح جدا. يعني ماشي. عارف انت ايه؟ هو ده هو ده ال- ال- الكوتش الجامد اللي تقدر تقول ده لا ده ده في حته تاني خالص. ماشي. تعالى نعدي بقى بسرعه كده على كل التشكيله. حمزه المسلوسي ما بين رايين انه الراجل عمره ما كسفك يعني دايما موجود دايما راجل دايما على قد المسؤوليه. وناس تانية تقول لك لا بس في الاخر اجنبي انا اجيب اجنبي يعمل لي فارق اكتر في مراكز اهم في مراكز قدام في حاجات كده. انت مع ايه فيهم؟ المسلوسي من افضل الناس اللي بتعرف تطور من نفسها. حلو. واضح ان هو مركز قوي وحل في ثلاث مراكز او مركزين. ماشي. لو انا عندي حلول في اسماء افضل بكتير بس هتبقى بارقام كبيره قوي وهعرف اجيبها اهلا وسهلا. مش هعرف استغله. اوكي ماشي. فتوح لعيب كبير لكن هل محتاج بديل يدبدب وراه عشان يفضل فتوح اللي الناس عارفاه؟ هو كده كده لازم يبقى فيه بديل لفتوح طبعا. بس بديل يعني مش واحد صغير كده كده قاعد على الدكه مش فارق معاه انه يلعب قوي لانه عارف ان فتوح جامد. لازم يبقى واحد كمان بديل كويس. هو يغير من اللايف ستايل بتاعه. حلو قوي الكلمه دي. ماشي موافق. بس موافق. ماشي. لو غير من اللايف ستايل بتاعه خد بالك مش 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 يعني مش اللايف ستايل الوحش. فاهم. عشان بس الناس برضه ايه اسلوب اكله. اسلوب تمرينه. نومه سهره كل حاجه. كل صح. حاجه صح. لازم تغير من اللايف ستايل لان انت خد بالك فتوح ده من النوعيه اللعيبه اللي مش بتتكرر كتير. كباك ليفت حريف مهاري بيعرف يجيب جون بيعرف يشوت بيعرف يباص بيعرف يعمل كروس باص بيعرف 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 عد. اوكي. بس لازم لعيب الكوره بيعمل مجهود محتاج حياه مختلفه. صح. زيزو عايش ازاي؟ عقليه. عقليه الحقيقه ما شفتش نمره واحد كتير خالص. المسلوسي نفسه اللي انت بتتكلم عليه من شويه. عايش ازاي؟ بيجي صحته موجوده بيموت نفسه في الكوره. فاهم. ومركز في الكوره. هو ده. بس ركز لمده 5-6 سنين وبعدين لما تبطل يبقى اعمل اللي انت عايزه. يا عم انا عندي استعداد اخدك ونروح نسافر شرم الشيخ ونسهر زي ما احنا عايزين. عيش. فاهم. بس لما تبطل. وحتى مش لما تبطل اعمل تاريخ وبطولات. احنا عايشين ازاي في النادي دلوقتي بالذكرى او بلاش من في النادي يمكن السؤال ده مش وقته دلوقتي. احنا عايشين ازاي كقدامى زمالك بتاريخك. صح. وبطولاتك. لما حد بيجي يتكلم معايا لا ده انا لاعب 4 كاس امم يا ابني انت وهو ما حدش يتكلم معايا. انا واخد كذا واخد كذا. انا واخد 2 كاس امم افريقيه. انا واخد 3 دوري. انا واخد 3 كاس. انا واخد بطوله عربيه. انا واخد بطوله افريقيه. انا واخد بطوله افريقيه عندي ابطال الكوس. انا واخد سوبر افريقي. 16 17 بطوله. من اعلى الناس اللي حاصله على بطولات في النادي. فانت لو ما خدتش الحاجات دي كلها محدش هيفتكرك. في ناس عدت على النادي هوا. صح. هوا ما صح جدا. صح جدا. صح جدا. ما بتجيش. طبعا. صح جدا. ماشي. المهاجمين بتوع الزمالك من وجهة نظرك هل محتاجين كوتش يعني ينطقهم اكتر سيف وناصر وسامسون ولا الزمالك اصلا محتاج نوعية مختلفة واسامي مختلفة عن دول؟ بص سيف الجزيري هو الوحيد اللي يستحق ان هو يقعد. حلو. من وجهة نظري الباقيين سوري. لا اوكي. اللي تحت رؤوس الحربة عندك زيزو وعندك مصطفى شلبي وعندك ابراهيم انضاي وعندك هعتبر كمان ناصر ماهر واحمد حمدي وعبد الله السعيد شيكابالا سيد نيمار كل الناس دي لو انت عايز تفلتر تعمل ايه؟
طيب بص، هو برضو الاجانب في الزمالك محتاجين فلتر، محتاجين فلتر باستثناء طبعا حمزه اللي شغال كويس دلوقتي وسيف الجزيري لما بيبقى فايق. اوكي، وده لازم بس الجمله اللي انت قلتها دي مهمه جدا. لما بيبقى فايق، ما هو لازم يتقعد معاه. سيف مش ثابت، هي دي مشكلته مع الزمالك. انا بقى عايز ايه بقى؟ ايه اللي بيخلي سيف الجزيري مستواه مش ثابت؟ ايه؟ وعالجه. ما هو بص، هو الكوتش مش في التمرين. صح، كوتش ده في كل حاجه. صح جدا، موافق. يعني انا مش بدير فرقه، انا لازم اعرف مشاكلك. وفي الاخر انت بني ادم، فلازم ابقى عارف انت ايه عشان احللك. عشان اساعدك، عشان احاول اوجد لك الحلول اللي انت عايزها. طب مش هتدخلني في مشاكلك الشخصيه، انا مش عايز. اوكي، بس حياتك كلاعب كوره، ايه اللي بيخلي مستواك متذبذب؟ ايه اللي بيخلي مستواك طالع نازل؟ في مشكله، لو عايز تقولها لي قولها لي، مش عايز ممكن ازق عليك حد يقولها لي. فاهم، حد يبقى اقرب منك ليا او اقرب مني ليك يعني، وتحلوها برضو. ماشي. وفي نفس الوقت انا ما عنديش مشكله ان انا ما اعرفش ككوتش. انما لا، محتاج ان هو يتعرف ايه اللي بيخلي المستوى فوق تحت فوق تحت، اب اند داون اب اند داون. حلو، فدول الاجانب. ماشي، بالنسبه لنضاي وسامسون، الاثنين اعتقد ان مش هم مستوى نادي الزمالك، مش مستوى نادي الزمالك. اوكي ماشي. الباقي، الباقي شيكابالا كابتن النادي، حلو، ودوره مهم جدا انه يبقى موجود مع الجيل. مش عايز اكلم، لان مش شرط ان انا اكون في الملعب كتير بس. ككابتن النادي لا، انا محتاج نوعيه في النادي الاهلي بيحاولوا يعملوها او عملوها مع وليد سليمان شويه، مش شرط يلعب بس اوريدي موجود ككابتن للنادي، يبقى في اوضه اللبس وجوده مهم، ليه تاثير على لعيبه، حاجات كده. ماشي، السيد نيمار لازم الراجل يغير فكرته عنه. لازم، لان الولد ده لعيب كويس. بس الراجل مش ممكن يكون قناعات بيه مش عاليه. يا تقول له امشي، اقول له اقعد والعب، اديله فرص، يعني يا ياخد فرصه يا يمشي. يطلع بقى يعني عاره، يطلع بقى يشوف حاله عشان يشتغل، عشان نصر ماهر وعبد الله. انا شايف ان عبد الله بيتوظف غلط في نادي الزمالك. موافقك جدا، يعني موافقك جدا. انا مش مع ان عبد الله يلعب ستة خالص. عبد الله يلعب 10، يلعب 10 صريح. عبد الله لعيب 10 وهيفيدك بشكل كبير جدا. نصر ماهر كواليتي معجون، اللي هو يلعب 10، يلعب هاف ليفت، يلعب 8، يلعب 8 ما عندوش مشكله. فلعيب مهم. احمد حمدي نفس الكلام. صح. اوباما نفس الكلام. يعني عندك حلول، بس انت مش عارف تطلع الحلول دي. عشان كده الماتش اللي فات امبارح ده بنبص على الدكه، مفيش غير زياد جمال اللي ينزل. اللعيب الوحيد اللي ممكن ينزل في الحته الدفاعيه زياد كمال، وما نزلتوش. صح. يعني حتى لما نزلت نضاي نزلته هاف ليفت، برضو مش هو اللي يشيلك في الحته اللي يشيلك في نهائي بطوله. وي برضو مع فرقه لحد ما من وجهه نظري ما كانتش في افضل حالاتها، وهي مش فرقه جامده. يعني هي فرقه في المتناول بالنسبه للزمالك، لو مش جامده بس هي مش في افضل حالاتها كمان. يعني هي حتى قصدي لو جامده، يعني فتقصد امبارح ما كانوش في احسن احوال؟ مش طبعا. أوكي. الشوط الثاني سابوا لك الجيم، مش عارف، بس انا شايفهم مش فرقه شرسه. فاهم قصدي؟ يعني مش فرقه مش هم اللي ياخدوا البطوله من الزمالك. لا، ما ياخدوش البطوله من الزمالك. معاك. عارف لو فرقه تقيله اقول لك لا الماتش صعب وممكن الزمالك، يعني ده فرقه جامده، بس انا مش شايفهم فرقه جامده. اشتريت عادي تكسبهم هنا 3 عادي جدا. والله عادي، بس العب صح. بس تلعب صح بالظبط. وتبقى لعيبتك في حالتها دي بقى بتاعت، يعني فاهم، بتاعت كوتش برضو، مش بتاعت والله. لا لا لا، بص، ما هو انت امبارح في ناس خليتها مش في حالتها. فاهم، ماشي، بس في ناس يعني مثلا فتوح تقصد، عشان انا ما اديتلوش المسانده. هقول لك بقى، انا النقطه دي شرحتها بالحرف. ماشي، ايه اللي حصل لفتوح امبارح؟ مش فايق، حلو، مش في حالته، حلو، وانت كشفته جدا. عارف انت ايه؟ انا مثلا ايه يعني، واحسن واحد فيهم بيلعب عليه، يعني مش نايم كويس وعمال، وانت كل شويه ما تصحى عم طارق. ما تصحى عم طارق. ماشي، انت ايه بتكشفني قدام الناس؟ صح. يعني لا، حط لي حد جنبي يساعدني عشان افوق. لان في اوقات كتير جدا جدا فتوح كان بيمسك الكره ما بيلاقيش حلول يوصلها، مفيش حاجه، فبتتقطع منه. صح. تيجي خطر عليك فبتظهرني بشكل مش كويس. طب قبل ما اطلع فاصل بقى، من وجهه نظرك بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده، الزمالك محتاج صفقات عامله ازاي في الصيف؟ كتير. الزمالك محتاج بص، يعني ان شاء الله الزمالك ياخد الكونفدراليه والدنيا تبقى تمام وكل حاجه تمام. مش قصدي ان احنا نتكلم قبل النهائي والحاجات اللي الناس ممكن تقولها دي، بس انا بكلمك في الصيف بقى، انت محتاج تدعيمات باللي انت بتشوفه في الفتره الاخيره. ما هو ممكن
يا كريم في حاجه بتتقاس غلط. ايه هي؟ ممكن المدرب اللي معاك يخلي لك الفرقه كلها حتى لو قليله تبقى كويسه قوي، زي فيريرا مثلا. فيريرا عملها بصراحه، كان القيد مقفول والدنيا بايظه وعادي خد الدوري والدنيا، وهي دي المصيبه. يعني انا مش فاهم هو ليه سيد نيمار بعد ما ظهر بمستوى عالي قوي بقى مش موجود اوريدي ولا بياخد فرصه، ولما بينزل مش هو بس لان انا مش واخد ثقتك. بص يا كريم اقول لك على حاجه، حصل معايا موقف، والموقف ده والله مش بتكلم عشان نفسي يعني، بس بتكلم على حاجه بسيطه جدا. في ولد صغير كان بيلعب في نادي النصر. حلو. معايا ماشي. الولد ده انا رحت لقيته مش معمول له عقد ومش متقيد، بس موجود في قطاع الناشئين. اوكي. والولد ده بيتمرن مع الفريق الاول، فشفته في اول تمرينه اعجبت بيه بشكل غير طبيعي. حلو. فجبت المجلس وجبت الجهاز قلت لهم ايه الواد ده، حد المجلس يعني من اللي هم جايبيني، قلت لهم الواد ده ايه؟ قالوا لك كابتن ده مش متقيد. قلت لهم يعني ايه مش متقيد؟ مش معمول له عقد يعني. قلت لهم طب نعمل له عقد. طب ليه مش متقيد؟ ما بيلعبش فوق يعني؟ قالوا لي لا. قلت لهم طب نعمل له عقد عشان الواد ده هيخش معاه الماتش الجاي. الكابتن ما بيتمرنش مع الفرقه خالص، ده اول مره. قلت لهم مالكوش دعوه، انتوا مالكم؟ مالكوش دعوه، هاتوه. راح عملوا له عقد وسجلوه وبقى الواد معايا. مش من الطبيعي ان انت اول ما تبتدي بيه، صح؟ لكن يبقى معاك على الدك. ماشي. قعد على الدك. ماشي. نزل ماتش ربع ساعه بوم 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 بوم، الواد بدا يفرقع. ماشي. خليك قاعد يا بابا برضو. الماتش الثاني نزل 10 دقايق بوم بوم بوم. بالصدفه البحته اللعيب الاساسي اللي مكانه 3 انذارات. الجهاز كله مش عايز يبدأه وخايف. رحت انت مخليه يبتدي. قلت لهم طب انتوا خايفين من ايه؟ قالوا لي هنخسر. قلت لهم ما تجيش دعوه، انا المسؤول. انتوا مالكم؟ انا المسؤول. ماشي. انا هنا مدير فني وانا شايف الواد ده احسن واحد. زقوا عليا الجهاز، الناس المسؤولين زقوا عليا الجهاز، زقوا عليا، قعدوا يتكلموا معايا في الموضوع ده كتير قوي. في الاخر الواد ده من نجوم الكره المصريه دلوقتي من وجهه نظري. مين؟ بدون ذكر اسماء. ما تقول لي عشان نعرف المثل صح ولا راح. حد بيلعب في انبي اخر ماتش جايب جونين واسست. ايه ده، انا ما اتفرجتش على الماتش ده. اللي كسبه الانبي كسب 4. البنك الاهلي. البنك الاهلي. مين فكر؟ مودي نصر. لعب في الشرقيه للدخان، ولعب في لعب معايا 6 ماتشات. ست لعيب كويس قوي اساسي، صح؟ اتباع ب 2.5 مليون جنيه من تحت لفوق. واتباع السنه اللي فاتت من الشرقيه للدخان لانبي ب 5 مليون جنيه. وما كانوش عايزين يقيدوه في النصر. شكرا. مش عايزين يلعبوه اساسي. شكرا شكرا. والله شكرا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. انتوا لسه مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طارق السيد نجم مصر ونادي الزمالك ضيفنا النهارده في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وناخد بقى كده من كل فيلم اغنيه. ناخد تصريحات حسام وابراهيم النهارده، شفتها ازاي من وجهه نظر لاعب كوره ومدرب وزميل وكل بس حاجة. انا بس للاسف النهارده ما تابعتش تصريحات الكابتن حسام خالص. ليه؟ لان كنت في استوديو دلوقتي ماتش ترسانه وديروت. فما لحقتش اتابع بصراحه. طب انا هقول لك اهم جمله اللي عملت جدل عند الناس، يعني انه الدوري ما يساعدش انك تطلع منه حاجات كتيره ولعيبه كتيره وحاجات كده. تشوف ده تصريح في هو ده، وتصريح تاني اللي عمله جدل تصريح تواجد محمد الشناوي في المعسكر اللي جاي. فخليني اسالك الاول على تصريح ان الدوري بيفرز ايه او بيطلع ايه، والحاجه الثانيه تواجد الشناوي في المعسكر الجاي. هو الدوري اللي الاوريدي الكابتن حسام كان بيبقى مدير فني فيه. اوكي. وكان بيشتري لعيبه وبيتعامل مع لعيبه والكلام ده كله. هو الدوري اللي مستر كروش وصل بيه كاس عالم، ووصل بيه نهائي كاس امم. كوبر اللي وصل كاس عالم. كوبر انا اسف، وصل نهائي كاس عالم، ووصل برضو نهائي كاس امم على ما اعتقد كوبر. كوبر نهائي كاس امم 2017. وكروش وصل نهائي كاس عالم. نهائي كاس امم سوري انا اسف والله من بوقك لباب السن. حلم ان شاء الله يتحقق ان شاء الله. الدوري بتاعنا يطلع لعيبه جامده، يطلع بس انت اشتغل. بس خد بالك اقول لك على حاجه، هو الناس بدات تستسهل الامور.
المدربين كمان بدأوا يستسهلوا الأمور. الموضوع محتاج شغل كتير قوي قوي قوي. ده سنين يعني. يعني هو أصلا في الأساس ال القاع من تحت وحش ناشئين. القاعدة من تحت وحشة جدا جدا. لأن كمان يعني أنا مثلا وأنا صغير في نادي الزمالك أنا اتمرنت تحت أسماء إيد أسماء كبيرة جدا جدا. الكابتن محمد صلاح، الكابتن وحيد كامل، الكابتن إبراهيم يوسف، الكابتن مدحت مكي، الكابتن جمال عبد الحميد، عد زي ما انت عايز، كلهم نجوم مصر. وكانوا عندهم شغل، فانت بتتعلم. اوكي. في المدرسة الكورة من تحت خالص اللي كان بيعلمنا الكورة الكابتن علي شرف، ده شيخ مدربين 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 مصر. واحسن عين شفتها في تاريخ الكورة الكابتن علي شرف. احسن عين. وانا عندي 11 سنة قال لي انت هتلعب زمالك ومنتخب مصر فريق اول. وانا عندي 11 سنة. اوكي. يعني انا مش متخيل بجد. والراجل ده كان بص كان بيلبس نظاره كده وكان كبير في السن ونزل النظاره هنا وبص لك كده شكرا يعرف بص من اللمسه. مره لعبت قدامه تقسيمه، اول مره في حياتي العب تقسيمه. انا قعدت سنه كامله ما لعبتش تقسيمه، بعد سنه كامله اول مره العب تقسيمه لقيت واحد جاي جري عليا، تعال تعال ايه ده، خدني جوه في الاوضه اداني 20 جنيه ماشي. قال لي بص انت كل يوم تجيني هتاخد وجبه الاكل بتاعتك وهتاخد 20 جنيه ومكافاه واللي انت عايزه هعمله. انت كنت مليونير وقتها؟ والله مش قوي 20 جنيه في اليوم ده عسل. لا مش في اليوم. لا هو كان ساعتها مش كل يوم، بس هي وجبه الاكل كل يوم ماشي، اللي هو ايه عدد معين كنا 2 3 اللي بياكلوا في المطعم. والله من القطاع. مش معنى بقى الاثنين تهزدوا مميزين قوي اللي هم هيلعبوا فريق اول فاكلكم انتوا بس والباقي الباقي يجي يتفرج عليكم. واخد بالك لا هو التمرين بيخلص، هو يعني اقولها بشكل احسن بيشوف اغلب ناس موجوده. طب لا كده مثلا كده يعني كده يعني اوضح من الاتجاه ده. ماشي يعني اللي هو ايه اتجاه ان انا بساعد الولد ده ان هو ولد بديله حياه، يعني بديله ان تعالى كل في النادي يحب يعني فاهم قصدي. ماشي انت كده انت بتنتمي يعني بيخليك تنتمي للمكان. اوكي. بشكل او باخر بطريقه او باخرى اللي بيه اللي وحلوه بيه. حلوه ماشي ماشي من وجهه النظر. وبرده ممكن تكون امكانياتك مش عاليه ما عادي فاهم. لا وايه العيب كده يعني ما احناش كلنا والمولودين ولاد في بقنا معلقه دهب. لا ده احنا ولاد ناس غلابه جدا وتعبنا عشان نوصل. فهو عايز يساعدك انك ما تعانيش عشان تبقى موجود في النادي. الله ينور. فدي نقطه برده كانت تانية. انما فكره ان هو مركز على 3 4 اللي هم فعلا من 11 سنه لعبوا فريق اول، ده رؤيه مين بقى كنت انت ومين؟ انا وايمن عبد العزيز واتنين معايا تاني بس ما كملوش. اوكي. انما اللي نوروا قوي احنا الاثنين. ماشي. ايمن عبد العزيز احتراف في تركيا وزمالك ومنتخب مصر وطارق السيد منتخب مصر وزمالك وبطولات يعني ايه يعني دي رؤيه. وعلى فكره مش معانا احنا لوحدينا في كل الاجيال كان بيعمل كده قبلك وبعدك. فده كان وضع يعني عشان كده انت لازم يبقى القطاع نفسه تحت لازم يبقى ياخد الاهتمام الاول والاكبر. يبقى في مدربين. انا مثلا ما لعبتش كوره لما اجي اشتغل في التدريب هفهم ايه اقوله للعيال. هقنعك ازاي؟ صح جدا صح جدا. يعني انا هقنعك ازاي؟ انا ابني مثلا بيقعد معايا بابي. طب انت هو اهم حاجه عنده في الدنيا ان بابي يمرنه. يا ابني يا حبيبي مش هينفع. انا ممكن اكون ما بفهمش في الحته دي في ان انا انزل اعمل لك وحده تدريبيه لسنك فيه. انما لا لو انت ما مرنتنيش انا مش هبقى لعيب كوره. طب بذكر ابنك، هل شايف انه الضغط اللي الولاد بياخدوه عشان ابوهم كان نجم انت معلمه له من دلوقتي يعني ممهده له جدا جدا انك لو بقيت لعيب كبير في الزمالك او في منتخب مصر هتقال عليك ده ابن لا ده انا قلت له اوعى تفتكر في يوم من الايام ان انت هتلعب عشان ابوك. مستحيل. ده من ربع المستحيلات. لو حتى انت وقفت على شعرك بلغه الكوره. صح 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 حبيبي انت اللي هتلعب نفسك جد. لو انت مش هتلعب نفسك ابوك مش هيلعبك. مستحيل. فحط في دماغك ان انت هتعاني. حط في دماغك يجي مثلا في يوم هو الولد بقى عنده قناعه. في يوم مثلا راح ماتش وما لعبش مبسوط فري ما عندوش مشكله يعني اللي هو ايه اللي هو لا انا ازاي انت ما لعبتنيش ازاي لا ماليش دعوه انا مالي انت حر. ايوه فاهم ماشي.
ما عندوش الحته بتاعت ان ابويا طارق السيد خالص. فهو كلم المدرب خليل عادي يعني خالص ولا هيعملها ولا بيفكر يعملها خالص. اوكي وانا مش مديها له احسن. فهو عارف ان هو يعني ايه يعني بعرق جبينه من الاخر عشان كده يعني. عشان كده بيقول لي ايه طب زود معايا تمرين يعني اشتغل معايا. هو عنده خصوص. موهبه بس ايه ممكن يكون زي ابوه ضعيف وهو صغير فمحتاج لسه شويه يبان بعد شويه. لا مش يبان. انا وانا صغير كنت ضعيف جدا بدنيا جسمانيا قصدي مش بدنيا جسمانيا فمحتاج ان انا اتغذى محتاج ان انا اكل محتاج ان انا اتمرن كويس محتاج ان انا ازود ترينر او تمرين فانا يعني كنت بعمل ده كنت بعمل ده بطريقه او باخرى. هو محتاج ابوه يعمل له الكلام ده طب انا مش فضيلك برضه يعني انا مش فضيلك بجد مش فضيله لان الامور بتبقى صعبه بالنسبه لي جدا. انا عندي مثلا استوديو عندي شغل عندي 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 طب مش هعرف ابقى موجود معاك لازم انت بقى تشتغل على نفسك صح. بس صح ماشي. طب تصريح بقى ان محمد الشناوي هيبقى موجود في المعسكر اللي جاي بتشوفه ازاي؟ عجيب من وجهه نظري. ليه؟ الشناوي جون كبير مش عايز كلام وهو الجون الاول في مصر. حلو قوي عشان برضو الناس بس ايه ما تاخدش كلامي في سكة ان انا كذا ولا كذا. بس الشناوي بقى الاربع شهور ما مش موجود. صح. ماشي. طيب لو انا كمدير فني عايز احقق العدالة او بلاش عايز احقق العدالة لان هو ممكن يكون وجهة نظره مختلفة عن وجهة نظر انا. بس عشان حتى الناس اللي بعدي او اللي وراه تحس ان في فرصة ليك اشتغل على نفسي عشان اطور من نفسي كحارس مرمى موجود في الدوري المصري. يعني انا وجهة نظري مثلا محمود جاد يستاهل فرصة. محمود جاد اوريدي هو لعيب منتخبات من صغره ماشي وانا شايف هو في النادي المصري دلوقتي عامل مباريات وفرق بشكل كبير جدا مع نادي صح. المصري صح مقدم موسم طيب صح ماشي طب واحد زي محمود جاد ده مش ممكن ما انضمش للمنتخب الفترة دي بسبب وجود الشناوي. طب انا بقى هشد حيلي تاني ليه محمود الجاد بعيد عن الشغل بتاع النادي المصري؟ فتقصد ان انا ممكن طموحي ايه ده يهمدني طموحي ايه انا طموحي ان انا العب منتخب مصر ماشي. انا قطري السيد مثلا قدامي محمد عمارة وطول عمره راكب على المكان ومش هيفرطوا فيه ماشي. لما احس ان انا كويس مهما عملت كويس وهموت نفسي ومش هنضم للمنتخب طب هعمل غصب عني صح. فيعني كنت اتمنى لما الشناوي يجهز او يلعب يتاخد ما عنديش مشكله لان الشناوي هو حارس مرمى مصر الاول. موافق جدا ماشي. فانت بالنسبه لك انه بس فكره انه عشان غايب بقاله اربع شهور فما ينفعش كان لازم حد تاني ياخد فرصه. اوكي ماشي. طيب الاهلي كمان بيطلع اشاعات ان محمد الشناوي قافش. خلينا نقولها بمنتهى الوضوح الاشاعات ماليه البلد. طب اشاعات ولا انت يعني لو هي اشاعات يبقى خلاص اشاعه محدش يركز فيها. انا معلوماتي انها مش اشاعه بس كده نقول بقى ان في معلومه. حلو بس انا بقول لك ان الناس بتاخدها انها اشاعه. انا ماليش دعوه بالاشاعات ماشي. انت كريم راجل اعلامي كبير حلو واحنا بتوع كوره حلو والامر واضحه جميل وهي اوضه وصاله فالدنيا كلها معروف صح ولا غلط ماشي. طب الشناوي بيقال بانه قافش لانه حاسس انه عيب انه يقعد على الدكه وان الاساسي يبقى مصطفى. بتشوف الامر ده ازاي؟ لا هو فكره العيب ان انا اقعد على الدكه دي مش عيب. حلو. يعني ما ينفعش الشناوي يقولها. يعني غلط ان انا يبقى مثلا في لعيب اصغر مني في السن وانا حارس مرمى مصر الاول واقول ان ما ينفعش اقعد لفلان لان ممكن يكون فلان ده في الوقت ده افضل فنيا ودي حقيقة او اجهز فنيا. دي حقيقة. مصطفى دلوقتي احسن من محمد دلوقتي اجهز فنيا ماشي. خلينا نتكلم بلاش افضل اجهز فنيا ماشي. وهو اللي ماشي كويس وهو اللي راكب وهو اللي شغال دلوقتي صح. فما ينفعش تقول لا مش هقعد انما ينفع تقول انا عايز العب اخد فرصتي بس تقعد. طب المدير الفني يعمل ايه في مأزق زي ده؟ عنده حارس مرمى مصر الاول راجع من اصابة طويلة وزعلان انه يقعد على الدكة او مش عايز يقعد على الدكة والحارس الثاني ماشي كويس قوي بقاله 10 12 15 ماتش ومكسبني حاجات منهم هو لوحده وانا عندي المعضله دي احلها ازاي؟ هيحلها غصب عنه من إزاي؟ النادي من النادي النادي هتتحل. بص اقول لك على حاجه الشناوي الماتش افريقيا هيسافر وهيقعد ماتش الترجي آه. هيسافر وهيقعد اوكي
دي معلومة ان في كلام معاه من النادي من داخل النادي الاهلي ان ما عندهمش ثقة في التاني اللي بعد الشناوي مصطفى الزنفولي. لا هو مش الزنفولي مش مقايد حمزة. حمزة صح. ماشي. فما عندهمش ثقة فيه قوي ان لو لا قدر الله حصل حاجة لمصطفى شوبير يلعب هو نهائي الترجي في تونس هتبقى صعبة قوي. فهيقنعوا الشناوي ان هو يقعد. اوكي. ده اللي انا سامعه وده اللي انا يعني ايه واصل لك واصلني. ماشي. ما حصلتش. اعتقد ان الراجل مصر ان يلعب مصطفى. ايوه. الراجل شايف ان مصطفى ماشي كويس قوي ومش محتاج يغير. مش هيقعده فممكن تبقى فيه لو استمر الامر كده ممكن تبقى فيه مشكلة. ماشي. الاهلي وماتش الترجي بذكر الترجي والاهلي في تونس لقاء صعب. لكن يظل الاهلي صاحب الافضلية. يظل الاهلي المرشح الاول للبطولة دي. هل تعتقد بانه التوقعات اللي في صالح الاهلي دي طبيعي جدا الناس كلها حتى بما فيهم التوانسة شايفين ان الاهلي هيكسب البطولة دي. شايف ازاي الموضوع ده؟ طبيعي جدا. النادي الاهلي نادي كبير واسم كبير وعنده يعني ذخيرة من اللعيبة في كل المراكز تقدر تحللهم مشاكل اللي هو ممكن اي مشكلة يقع فيها. اوكي. يعني عنده نمرة واحد زيه نمرة اتنين قريب منه نمرة تلاتة. موافق. خد بالك من الكلمة من التفريق. فما عندوش مشكلة. اوكي. مش هم الفرقة الاكتر في في, في 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 افريقيا عندهم النوعية دي. هم اقوى سكواد في افريقيا. اوكي. ففرصهم في الفوز بالبطوله طبعا كبيره جدا. مش قليله. انما الكره ما بتعترفش بكده. يعني برضو لازم يبقى اللعيبه مركزه وما تعتمدش على كده لان الامور ممكن بتفلت في بعض الاوقات. مش عايزه كلام ده, ده 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 كره في كله. يعني انا مش انا ما اتمناش كده عشان الناس ما تفهمش غلط برضو. فاهم اكيد طبعا. انت ما تتمناش كده. في ناس في ناس ممكن بتاخد كلامنا ايه ان انك بتصطاد في الماء العكره وعايز الاهلي يخسر. لا طبعا مش اكيد انا مش كده. كل الناس بتتمنى ان الاهلي يكسب البطوله دي والزمالك يكسب البطوله دي والاثنين يلعبوا في السوبر ونتفرج على سوبر مصري حلو. في الوقت ده بقى اقول الزمالك لازم يكسب اكيد حقك. محدش يقدر يلومك. حقك يا باشا طبعا. الله يا عم انا هتقول ايه يعني. ماشي. التشكيله التاريخيه من وجهه نظر طارق السيد عامله ازاي؟ احسن 11 لعيب شفتهم بعينك في تاريخ مصر. طب خلينا بص هقول لك على حاجه. هو كل جيل وليه تاريخ وليه تشكيله تاريخيه. لا انت بقى ميكس ما بينهم. حرام عليك. والله هظلم حد. ليه تظلم حد؟ هظلم والله حد. ما فيها ظلم. اقول لك انا تشكيلتي عشان اشجعك. تشكيلتي انا عشان اشجعك. انا تشكيلتي عصام الحضري احسن جول كيبر جه في تاريخ مصر. ماشي. احسن 2 مساكين وائل جمعه وابراهيم سعيد. احسن باك يمين ابراهيم حسن. انت بتتكلم على الجيل الاجيال القديم كمان. انا اللي شفته بعيني. اي حد شفته بعيني. اي حد شفته بعيني. بتابع كوره من سنه 90. حلو كده. فانا بتفرج على كوره بتمعق يعني يعني بتعمق في كل تفصيله. من سنه 90. فدول الناس اللي انا بحبهم. باك يمين ابراهيم حسن. باك شمال احمد رمزي. اتنين نص ملعب حسني عبد ربه واحمد حسن. قدامهم حازم امام وابو تريكه. قدامهم حسام حسن وتحتي محمد صلاح. انا دول اكتر 11 شايفهم جامدين. طبعا انا ممكن يعني ممكن ما اختلفش معاك في اللي قدام. ماشي. المجموعه اللي قدام كلها. ماشي. سواء حازم او ابو تريكه او محمد صلاح او كابتن حسام حسن. حلو. الأربعة دول هتاخدهم زي ما هم. حازم تريكة هو الأفضل في 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 تاريخ أفريقيا وفي تاريخ مصر. هو محمد صلاح من وجهة نظري يعني. مش عايز أكلم. أحسن لعيب جه في تاريخ مصر. مش عايز أكلم. كابتن أحمد رمزي مش هختلف عليه. ماشي. كابتن إبراهيم حسن مش هختلف عليه. ماشي. هختلف معاك في السرد باكين. ماشي. وائل جمعة وكابتن إبراهيم يوسف. تاخد وائل جمعة لكن تاخد إبراهيم يوسف مكان إبراهيم سعيد. حلو. والديفندرين. الديفندرين فيهم بقى كلام كتير قوي. تاخد مين؟ تحب مين؟ لأن ستايلك لان خد بالك خد بالك اقول لك على حاجه. المركز ده مر عليه يا لهوي عظمه العرب جدا. يعني جداً. يعني انا مثلا بحب قوي 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 كابتن اسماعيل يوسف. طبعا. والله طبعا. مش عايز اكلام. وبعتبره من الافضل في تاريخ مصر. مش عايز اكلام. يعني انا فضلت كابتن ابراهيم يوسف على على اسماء كبيره قوي لعبت في المكان ده. صح. احمد حسن تاريخ كبير جدا 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 جدا. ماشي. بس حرام اظلمه ان هو ديفندر لان احمد حسن لعب في كل حته في الملعب. صح جدا. يعني حرام جد. يعني شايف احمد حسن لازم يتحط في التاريخ في التشكيله التاريخيه لانه لعب 6 ولعب 8 ولعب 10 ولعب جناح ولعب راس حرب لعب كل حاجه ولعب وكمان كل حاجة. تاريخه بطولات وارقام جداً. عاليه جداً, جدا 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 واحترف في احسن انديه في اوروبا. صح. ف
فحرام اطلعه، فحرام اطلعه. حسني عبد ربه كان علامه من علامات الكوره في مصر، انا شايفه من اللعيبه اللي يعني متكامله يعني في الحته دي، علامه علامه يعني. شوقي طبعا من اللعيبه اللي برضو عامل وسابت اثر كبير جدا في الحته دي في المكان ده. انما لما نيجي نحط الكابتن اسماعيل يوسف، لا كابتن اسماعيل كان حاجه ماشي. يعني فراحتك خالص، ما فيهوش اي حاجه. انا مش الزعم. يعني لو احط مثلا كابتن اسماعيل واحط احمد حسن مثلا ماشي، فانت كده تاخد الحضري جول كيبر، هتاخد وائل جمعه وابراهيم يوسف محافظ الالقاب طبعا، هتاخد يمين ابراهيم حسن وشمال احمد رمزي، هتاخد اسماعيل يوسف واحمد حسن، هتاخد ابو تريكه وحازم امام، هتاخد صلاح وحسام حسن. بالظبط كده، حلو كده. طيب تشكيلتك الحاليه لمنتخب مصر، احسن 11 دلوقتي يمثلونا بكره بالليل في نهائي كاس الامم الافريقيه، اللعيبه كلها سليمه، اللعيبه كلها في حالتها. عمر كمال عبد الواحد يمين ماشي الاول طبعا، حراسه المرمى يعني الشناوي سليم خلاص، الشناوي سليم وفورمته يعني تمام. عمر كمال عبد الواحد باك رايت، فتوح باك ليفت جميل. عبد المنعم ايوه جنبه، حجازي ولا الونش؟ لا الونش طبعا، الونش اوكي. ودول منعم والونش حلوه التوليفه ماشي. نص ملعب اتنين ولا ثلاثه؟ نص ملعب مروان عطيه امام عاشور زيزو. اوكي ماشي، تلعب مروان ستة وتمانيتين قدامه زيزو وامام، حلو. ناحية اليمين صلاح، شمال ناحية الشمال تريزيجيه او مرموش طبعا، بس تختار يعني مين فيهم الاثنين احسن من بعض؟ هيبقى فيهم واحد تغيير اكيد، واحد هيبدا واحد هينزل صح. قدام مصطفى محمد مش عايز اكلم، مفيش احسن منه في المركز ده ماشي. احمد رمزي، ربيع ياسين، احمد نخلة، محمد عمارة. احمد رمزي هقول لك بس احمد رمزي، محمد عبد الوهاب، حتى لو قلت لي طارق السيد وطارق السيد احمد رمزي. طب انت احمد رمزي احسن واحد في احسن باك ليفت في تاريخ مصر؟ مين؟ احمد رمزي. طب طارق السيد فين في الليسته دي؟ رقم كام؟ بعد الكابتن ربيع ياسين. يعني احمد رمزي، ربيع ياسين، طارق السيد، وبعدين اي حد تاني بقى. اوكي احمد رمزي طبعا، ربيع كان في لعيبه كبار قوي جدا. عماره ده من الناس اللي كنت بستمتع وانا بتفرج عليه. عايز كلام، لعيب كبير. ابو هبه الله يرحمه، الله يرحمه كان عظيم. انما السيد معوض عمل طبعا تاريخ كبير طبعا. بس انا شفت نفسي كنت مظلوم قوي قوي خاصه في المنتخب. اوكي، لان هقول لك على حاجه، لما تيجي تدور في تاريخ مصر، طارق السيد الهداف التاريخي في الباكات ليفت، معدي الكابتن احمد رمزي. جايب كام جول انت في 29 والكابتن احمد رمزي 24، ومحدش جاب اكتر منكم؟ لا. اوكي دي نقطه ماشي. النقطه الثانيه، عدد المباريات المحليه في نادي الزمالك في تاريخ النادي كله مش في مركز الباك ليفت، في كل المراكز طارق السيد نمره 2 بعد عبد الواحد السيد اللي لعب بعديها 6 سنين. لعبت انت كم ماتش بقى وهو فارق عني ب 10 ماتشات بس؟ لعب بعدك 6 سنين وفارق معاك 10 ماتشات؟ انت لعبت كم ماتش يا كابتن؟ لعبت حوالي في الدوري الممتاز بس 200 حاجه و50 ماتش، وكله بقى على بعضه كله على بعضه. لا لا، افريقيا بال حوالي بتاع 380. ده رقم ماشي. طيب يعني انت بالنسبه لك انت شايف انك بس اتظلمت، لكن انت تالت احسن باك شمال جه في تاريخ مصر بعد الكابتن احمد رمزي واسمه الكابتن ربيع ياسين. ما انا قلت لك اهو تالت واحد ماشي. نطلع لفاصل بقى وندخل في الغويط قوي. نخش، ما احنا كده مش غويط. لا يا باشا خالص، ده على البر بس، ده الراجل اهو بتاع الفريسكا اهو. استنى بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفي النهارده كابتن طارق السيد. خليكم معانا، انتوا لسه معانا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بص بقى يا كابتن مصر، الحقيقه في دقيقه ما تفكرش وما تفلترش اجاباتك، الاجابه اللي تيجي على بالك طخ تخ. انا كنت كده بتخ تخ من غير حاجه. انا عارف والله، بس يعني انا بس ايه باكد بقى يعني، بس باكد معاك يعني. ماشي. طارق السيد المدير الفني لنادي الزمالك، بتحلم بالموضوع ده؟ طبعا طبعا، وان شاء الله يحصل. شايفه ممكن يحصل؟ ان شاء الله يحصل. مش شايفه، ان شاء الله يحصل.
الموضوع له علاقة بالكفاءة بس ولا كمان بالعلاقة مع اللي موجودين ايا كان امتى فين مين، انما دايما العلاقة مع المسؤول يعني. لا هي مش في الزمالك بس، ده في مصر كلها. ما انا فاهم مش كده بسألك يعني، هل الموضوع بس كفاءة؟ الموضوع في مصر لو كفاءة لا هيبقى مختلف خالص. انما هو الموضوع في مصر لازم يبقى ليك علاقات بالناس كويسة، علاقاتك كويسه جدا. علاقتك اخبارها ايه باداره الزمالك الحاليه؟ لا الناس محترمه معايا وانا محترم معاهم، والناس يعني بس يعني هو مش يعني، انا الحمد لله رب العالمين بساعد في اي حاجه تطولها ايدي اقدر اساعد فيها ماشي، انما الفكره بالنسبه لي مش ان انا بعمل كده عشان ابقى حاجه او امسك منصب، فاهم؟ مش طمع، انت بس بتحب النادي فانت يعني بتخدم النادي. اوكي، علاقتك بقى بالاداره السابقه كانت زي الاداره الحاليه؟ والله كانوا بيزعلوا مني بعض الاوقات عشان بطلع اقول ان، او الناس بتقول ان طارق جاب زيزو وطارق جاب فتوح، كانوا بيزعلوا قوي من الحته دي مش عارف ليه. طب اسالك سؤال صريح، مع ان الناس يعني في اوقات كتير يعني حصل بيني وبينهم حوار وقعدات وكنت بديهم حلول يعني في حاجات. أوكي. وكانوا في مره من المرات عرضوا عليا ان انا امسك مدرب عام في الزمالك وانا ما روحتش القعده بتاعته. دي كانت فتره مين؟ ميتشو. مرضتش وطلع، مش مرضتش، هو كانت في قاعده بيني وبين رئيس النادي ساعتها واتكلمت معاه واتكلم معايا وتناقشنا كتير جدا وقال لي خلاص انا هحطك مدرب عام وانا بجيب جهاز كده كده وميتشو موجود وجاي النهارده بالليل تعالى اتعشى معانا وان شاء الله احنا طلعنا قرار مجلس اداره وبلغ الناس طلعوا قرار مجلس اداره ماشي. وانا ما رحتش العشاء ليه؟ ما كنتش شايف ان ممكن الموضوع جاي عشان طارق كويس، لا عشان في حاجه. كانت ايه الحاجه؟ ما موقف بيراضيك يعني بحاجه تانية يعني مثلا مثلا فما عجبتكش الطريقه فقلت مش هروح؟ لا لا لا. وحصل تواصل بعد كده منكم؟ لا هو طلع تاني يوم في المؤتمر الصحفي خبط فيك؟ لا 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 ما خبطش، لا اتكلم قال لك ان الناس اللي بتقول احنا بنشتغلش ومش عارف ايه واحنا مش موجودين في النادي وان النادي يعني معنى الكلام ان ايه، ان مش اي حد بيشتغل في النادي، طب احنا عرضنا على طارق السيد كذا 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 وكان المفروض يجي العشاء عشان هيتعين مع ميتشو وهو اللي ما جاش. اوكي، وانت ما ردتش ولا وضحت موقفك ولا اي حاجه؟ حبيتش ده؟ لا لا خلاص، انا ما بحبش ان انا ارد على حد في كلام ممكن يعني ايه يعني هو ما كدبش في الموضوع على الحقيقه. انا فعلا ما روحتش، بس قصدي كان ممكن توضح له موقفك. مش محتاجه بقى خلاص، مش يعني ما حبيتش يعني. اوكي، امير مرتضى منصور زعل منك بسبب زيزو، بسبب ان انت قلت انك اكتشفت زيزو فهو زعل؟ اتقالت منه لاحد الاصدقاء ليا المقربين جدا 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 في اعدم الاعداد. اوكي، هو كل شويه يطلع يقول لك انا اللي جايب زيزو، انا اللي جايب زيزو، فكان من ضمن الاسباب برضو ان بما انه مشرف عام على الكوره ان طارق ما يبقاش موجود جوه باي شكل عشان الحته دي. بسبب التصريح ده؟ بسبب ان انت قلت ان انا كل شويه بقول يعني، مع ان انا مش كل شويه بقول يعني زيزو هو نفسه مره قال الناس كلها عارفه الحته دي يعني. طب وحتى لو قلت ايه المشكله؟ مش الموضوع صح؟ مش انت اللي اكتشفت زيزو فتوح؟ ده زيزو اللي قال كده ومعايا الفيديو بتاعه. لا انا بسالك انت، مش هو ده حقيقي؟ أيوة، انت زيزو زيزو زيزو, زيزو جه اتمرن معايا في نادي المنيا تمرينه، كان الموضوع ده انا حكيته كتير قوي يا كريم، وحكيته معايا من زمان قوي اول مره خالص، بس انا بقول لك انه مش ده حقيقي. طب ايه اللي يزعل في كده؟ في ناس بتزعل من الحقيقه. اوكي، عشان لان هو برضو بما يرضي الله، عشان اكمل الكلام في الحته دي عشان الموضوع ده اكمل لك انا الجمله، ان هو المسؤول اللي تعاقد معاه ده فيها جرأة ولعيب مغمور وحاجات كده. لا 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 طبيعي صح. لا لا انا ما اتدخلتش قدام امير دايركت يعني انا ما حبيتش اظهر في الصوره، لاني لو كنت ظهرت في الصوره الموضوع كان هيبوظ. ليه؟ كانت علاقتك بيهم متوتره يعني خالص؟ امال ما هو يعني ايه يعني انا حسيت كده بعد كده، لاني في وقت من الاوقات، وانت عندك معلومه عن الموضوع ده يا كريم، جيت في وقت قلت لهم يا جماعه في لعيب كذا 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 واللعيب ده كويس قوي، وكلمته هو شخصيا في التليفون، خد اللعيب ده على ضمانتي واللعيب ده هيجي بحوالي من 500 ل 900 ماشي، 900000 جنيه ماشي، مش 500 مش 500 مليون لا ماشي. مش 500000 دولار ماشي، لا 500000 جنيه اوكي، من 500 ل 900000 جنيه. الكلام ده قريب؟ قريب جدا. واللعيب ده بيلعب دلوقتي في الدوري، واللعيب ده بيلعب في الدوري ومكسر الدنيا، والاهلي والزمالك بيجروا وراه، وامير نفسه في وقت من الاوقات قدم عرض لنادي بعد ما لعب دوري ممتاز والطلب فيه 30 مليون باين، مبلغ كبير. طب ما نقول اسمه على طول، مش محتاجه، مش محتاج، مصر كلها عارفه وانت عارف ومصر بس يعني عشان الناس اللي تسمعنا لو مش عارفين يبقوا عارفين. لا ما هم عارفين، مركز سردباك،
كده الناس عرفت رسم وبشعره وبيلعب وجاب اول ماتش في اول جول في الدوري الممتاز للزمالك. اول جول في الدوري الممتاز للزمالك ومتسمي على اسم نجم في منتخب تاني كده كفايه قوي بقى. احنا قلنا كل حاجه ماشي. فانت انت قلت له لا خده وشوفه والولد ده كويس وعلى ضمانتي وعلى مسؤوليتي وما ردش عليها بعديها تاني خالص. والولد بعديها اتباع للنادي اللي هو فيه دلوقتي وماشي كويس جدا وفي كلام على اهلي والزمالك في الصيف ماشي ومضى على فكره اللعيب ده احنا ما ذكرناش اسماء صح مضى في الزمالك في شهر في شهر يناير اللي فات وبعدين الصفقه باظت بسبب الفلوس ما كملتش ما كملتش يعني. اوكي ترشحت بعد كده ناس تانية ولا الحاجات دي بتخليك يعني تبقى قلقان شويه من رد الفعل؟ رشحت كتير انا عارف في لعيب كنت اتمنى ان دلوقتي في الزمالك لان كان جاي فري ترانسفير. هو الولد ده لما جه لما وقع قدامي وشفته واقتنعت بيه جدا كان بيلعب درجه ثالثه ارقامه دلوقتي في الدوري الممتاز مكسره الدنيا وكان جاي ببلاش يعني النادي ما كانش هيدفع فيه جنيه وساعتها كنت انا مدير فني نادي الترسانه عرضته الاول على الزمالك عشان اكون صادق ما رضيوش بيه حطيته في الترسانه الولد ده اتباع في يعني طلع عارة من الترسانه لنادي الحالي ومكسر الدنيا مع ناديه ومن هدافين الدوري ومن ارقامه عاليه جدا 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 وفي مفاوضات كبيره جدا مع النادي الاهلي معاه حاليا بيخلص يعني لا مش هيلحق لسه بس بيخلص بحاول ابوظ الدنيا وش كده ماشي. فانت بالنسبه لك ما ينفعش لعيب يبقى انا شفته وحطيته وزقيته وبتمنى ان هو يبقى حاجه كبيره جدا في ناديه ولاقيه بيتخطف قدام عيني بزعل جدا يعني فبتعمل مجهود عشان تاخد يعني العيب ده توديه في ناديه يعني ناديه قبل اولى بيه يعني الزمالك اولى بيه خاصه كمان ان اللعيب ده في مركزه وفي لعيبه كتير قوي في النادي الاهلي يعني ممكن النادي الاهلي ما يكونش محتاجه قوي اوكي بس الزمالك محتاجه جدا اوكي ماشي انا عرفت هو مين واعتقد ان الناس كلها عرفت بالشرح اللي انت شرحته يعني كلمت امام عاشور على حسب تصريحاتك او حصل ما بينكم مكالمات كتيره هما مكالمتين فحواهم ايه المكالمتين ما هو بص يعني الموضوع ده يمكن انا يعني انا عشان صريح شويه الناس ايه يعني بتزعل إيه؟ هو امام في البدايه خالص اللي خلاني كلمته لما ما كانش لسه مضى في النادي الاهلي كنت بعد ما رجع من الدنمارك وعايز تعرف ايه اللي هيحصل يعني كنت عايز اعرف ايه اللي بيحصل لان كانت في اقوال كبيره وكتيره جدا ان هو خلاص بيخلص في النادي الاهلي وانا شايف ان امام ما كانش ينفع يمشي من نادي الزمالك وكنت شايف كمان ان لو امام حد احتضنه وخلص له موضوع الدنمارك كان هيقعد في الزمالك كان هيبقى حابب ان هو يقعد في الزمالك طبعا. فاتكلمت معاه قال لي والله كابتن حلو مع النادي الدنماركي وانا بس هو ده اللي اتقال له روح حلها انت ومالناش ده معناش فلوس انا بقول لك بس كابتن انا اتكلمت وحصل كلام وقالوا لي كذا 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 اللي انت قلته ده بالظبط ف بيني وبينك يعني ايه يعني خلاص الحوار انتهى بعد كده في الحته دي وقفلت جيت بعد بدايه الدوري على طول او بعد بدايه الاهلي لعب السوبر على ما اعتقد وخسر من اتحاد العاصمه وماتشين تاني الاهلي مش عارف كانت النتائج مش يعني مش احسن حاجه وكان في اقاويل على امام كتير وي 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 ففي حد حبيبي قوي وحد بعيد عن النادي خالص اقسم بالله يعني بعيد عن النادي خالص بعيد عن المسؤوليه داخل النادي قال لي كابتن انت ليك علاقه بامام ليه علاقه بيه يعني كلمته مره والراجل تجاوب يعني قال لي طب ما تكلمه وشوف لو ينفع يرجع الزمالك واحنا نحاول نتصرف يعني قلت له اتصرف ايه ده عنده عقد يعني بس انا ما فكرتش بالاسلوب اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو ايه ده عنده عقد انا فكرت بالحس الزملكاوي اللي متسرع يلا ماشي فكلمته حلو وكلمته فيس تايم وشرحت عليه الموضوع او عرضت عليه الموضوع المشكله بالنسبه لي ان هو كان عنده ماتش بعديها بثلاث ايام اوكي فقال لك كابتن يعني احنا الموضوع ده هيبقى يعني مستحيل دلوقتي يعني. دلوقتي مفيش حلول يعني قلت له طب بص يا امام انا كلمتك واعتبرني ما كلمتكش لو في دماغك في يوم من الايام او في الوقت اللي جاي ده ان انت حابب لان انا عارف ان انت راجل زملكاوي وبتحب النادي لو في دماغك وحصل
في حد عايز يقعد معاك. اوكي. كلمتني يبقى انت عايز فتحت الباب. ما كلمتنيش شكرا. كاني ما كلمتكش. ما كلمكش. بس. اوكي. ما كلمكش. بتعتقد بانه سهل لعيب زملكاوي يلعب في الاهلي او لعيب اهلاوي يلعب في الزمالك؟ مش كل الناس. على حسب الشخصية. على حسب ال 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 مش عارف يعني هي مش الشخصية. يعني هي ليها مقاييس عندنا مختلفة شوية. يعني مثلا انا ما كنتش ما هو انا الاهلي فاوضني مرة واثنين وثلاثة. ولما فاوضك عملت ايه؟ قفلت الباب ما خالص؟ قدرتش. يعني ما قدرتش. يعني حتى ما سمعتش ارقام. سمعت وقعدت. سمعت. وقعدت. طيب. وقعدت واتكلمت. طب بس الفكرة انك كان ممكن لو سمعت حاجة مغرية. الفكرة مش ارقام. ما هو انا ممكن انا كريم دلوقتي قاعد معاك في البرنامج. بس انا اوريدي منضم القناة تاني. ماشي. انت يا طارق انا عايزك معايا في القناه وكذا وهنعمل كذا وهنقدم كذا وكذا وكذا وكذا. طلعت من عندك هنا مضيت في القناه بتاعتي. جددت عقدك هناك. اوكي. وعلى بياض. حبا في القناه ولا عشان العرض بتاعي مش فارق قوي عن هناك؟ لا يعني لو انت بتاخد هناك 200 جنيه في الشهر وانا جيت قلت لك هديك 15000 جنيه. كان الفرق كبير جدا. كبير جدا. اوكي. كان الرقم كبير بجد يعني. مش رقم كبير وكنت هاخد نص الثلاث سنين مره واحده هاخد بالك كبير في ايدي. اوكي ماشي. في ظل ان انا مضيت في الزمالك خدت نص السنه الاولانيه في ايدي. بس والفرق بين الرقم في السنه وهنا وهنا كبير. يعني انت متخيل. بس قصدي انك هل كان لو الزمالك قفل الباب في وشك كان ممكن تقدر تلعب في الاهلي وانت زملكاوي جدا؟ مش عارف بقى يعني دي مش عارف. صعب انك تحكم عليها غير لما تعيشها. لما تعيشها. انما ماشي. انما اقول لك او لا ما اعرفش. لان انا اوريدي ما عشتهاش. مين اللي كلموه؟ كابتن مهندس عادل القيعي برضو اول حاجه، الاستاذ جمال جبر، بعد كده كابتن عادل القيعي، وبعد كده كابتن ثابت البطل، بعد كده كابتن اكرامي، وبعد كده كابتن محمود الخطيب. اوه ده انت كل الناس كلمتك. ماشي. جوزيه كان عايزني بالاسم. ماشي. بالاسم. وجوزيه كلمني مرتين هو بنفسه. وانا الانجليزي بتاعي 10/10. مش حاجه. لا مش وحش. لا 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 فاهمه. فاهمه بس مدغدغ يعني. كنت برد عليه ايه نص على قد الكلام يعني. يعني وحتى يمكن هو من ضمن الكلام اللي قالوا لي قال لي انت هتلعب ايه. يعني هو كان على فكره جوزيه كان لك حريه الاختيار يعني انك تلعب باك شمال ولا تلعب جناح. لا جوزيه كان عايز يلعبني انا ناحيه الشمال وبركات ناحيه اليمين. عشان عايز يطير الناس. اوكي. ده انت تخيلت الطريقه. لا مش الأحلى. تخيلت هو يعني هو. تخيل بيك الحكايه. هو الراجل مع بص على فكره هو قال تصريح بكده هو نفسه. قال الاثنين اللي كنت بتمناهم من نادي الزمالك حازم امام وطارق السيد. قالوا له ما طارق السيد جالك. على طارق السعيد هم بيتكلموا على طارق. قال لهم نو ده سمول وان. والله انا ما اعرفش الموضوع ده. لا حسب ده تصريح. اوكي ماشي ماشي ماشي. طب برغم كل التكسير الدنيا ده لكنك اتظلمت في المنتخب. جدا جدا. ليه؟ مش عارف. انت بطلت سنة كام؟ بطلت 29 سنة 30 سنة. ايوة سنة كام بقى الكلام ده؟ 2008. طب 2006 انت ما كنتش في الحسابات ليه؟ لا 2006 لعبت 3 ماتشات. بس ما كنتش. انا اللي كنت هبتدي البطولة. لحد اخر يوم. ماشي. بالليل جاني خبر ان انت تلعب. بكرة. ركز. ماشي. وانت اللي هتبتدي. ده قبل ماتش الافتتاح ليبيا. اوكي. الصبح لقيت التشكيل مختلف. مش انت اللي موجود؟ لا. ليه؟ والله ما اعرف. خد بالك اقول لك على حاجه كريم مش هتصدقها. عمري لا سالت مدرب ولا في نادي اساله انا بلعبش ليه. طب ليه دايما بيتقال وصحح لي المعلومه لو غلط يعني ان كابتن حسن شحاته جه على لعيبه كتير زملكاويه علشان ما يتقالش انه بيجاملهم. وديك اسامي. حازم امام. حازم امام. شيكابالا. طارق السيد. يعني انا مش انا يعني ما اعرفش اصل هيجاملني في ايه. في الفتره دي انا كنت نمره واحد في مصر. حلو. في مكاني حرفيا. ماشي. الدليل على كده ان بقول لك مستر مانويل ثلاث مرات عايزني. بس الزمالك ما كانش حلو في 2006 و2005 حتى يعني كانت بدايه الدروب بقى. طب هقول لك على ده من ضمن الناس ان انا كنت يعني من القليلين قوي في 2007 و2008 اللي بيروح منتخب مصر من نادي الزمالك الوحيد. انا قعدت سنه كامله الوحيد اللي بيروح منتخب مصر من الزمالك. اوكي.
فمعناها ان انا لا انا استاهل لان انا مش يعني. وبعدين تانية كيمو يعني انا بقول لك ان انا الهداف التاريخي باك ليفت في مصر. ايوه فسرت بده يعني فسرت ده إيه؟ عمري ما سالت. طب انت بينك وبين نفسك هقول لك هو ممكن يكون الكابتن حسن معتقد في دماغه كان ان انا ما بعرفش ادافع كويس اوكي او هجوميا اقوى من دفاعيا اوكي. طب تيجي بقى تحسبها بشكل تاني. طب احنا كنا بنلعب بهاف كان ممكن تزق طارق هاف وما كانش في حد في الحته دي جامد قوي في الفتره دي يعني. لو انت يعني ماركو تارديلي كان بيلعبني هاف ليفت الله يرحمه الكابتن جوهري في بطوله كاس امم افريقيا 2002 لعبني هاف ليفت كنت بديل. بس انت اتظلمت مع تارديلي برضو يعني انت حتى الجول اللي جبته في الكاميرون ده الناس قالت لك اه ده ربنا كرمه عشان كان مظلوم مع تارديلي وحاجات. ده انا هقول لك على حاجه ده انا اصلا التصفيات كاس العالم دي كلها كلها كنت جامد جدا 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 وما ببدأش يعني هقول لك لما تيجي التصفيات من اولها احنا لعبنا بين الماتش الاولاني السودان كسبنا 3-1 السودان في السودان كنت تغييرة نزلت عملت جون وجبت جون. بعديه ماتش كوت ديفوار لعبت بس الشوط الثاني وما هدفتش. بعديه بنين في بنين مغلوبين 2-0 ونزلت في الهاف تايم صنعت جونين وتعادلنا 3-3 بعد ما كنا مغلوبين 2-0 بنين في القاهرة كسبنا مش عارف 4 بين وجبت جون. يعني التصفيات دي انا عملتها على اروع. ليبيا في ليبيا لما نزلت المذيع بالحرف الواحد قال لك طارق التايب وطارق السيد احسن 2 في الملعب ونزلت الشوط الثاني برضو كان ليه برضو والله ما اعرف ما سالتش. بس سردلي الوحيد اللي كنت بعمل معاه مشكله يعني كنت بتخانق معاه اوكي يعني مره اتنرفزت يعني انا فاكر جون الكاميرون انا عملت له كده يعني ما ينفعش اقعد تاني بقى حرام عليكم يعني كتير. لكن عمرك ما سالت حد عمري لكن بينك وبين نفسك بتبقى حاطط اسباب انه ممكن يكون زعلان جدا من جواه بس بتمرن. لا قصدي ممكن يبقى المدرب ما بيحبنيش عشان كذا ما بيقتنعش بيا في حته الفلانيه الحاجات دي ولا انت ما بتفكرش برضو في الحاجات ما بفكرش فيها بالشكل ده. لا لو خدت فرصتي وبلعب كنت ببقى كويس اوكي يعني كنت ببقى يعني انا يعني انا هقول لك على حاجه. كابتن كابتن حسن شحاته اداني ماتش الكونغو دور الثمانيه من البدايه ماشي اللي كسبنا 4 الله ينور عليك ماشي لحد الدقيقه 83 ما اتغيرت. لو عديت 3 4 5 لعيبه في الملعب احسن ناس كنت انا هبقى واحد منهم اوكي. وبعد كده الماتش اللي بعديه قعدت على فكره ما كانش بيبقى عندي مشكله اوكي ومستني ان انا اخد تاني لاني كنت بشتغل على نفسي كويس. بس في الاخر انت صاحب القرار. انا برضو ضميري وبتعب وبشتغل في الملعب اديتني اهلا وسهلا ما اديتنيش اسالك. ابراهيم سعيد بيهاجمك ليه بقاله فتره؟ في خناقه ما بينكم يعني؟ خالص. على فكره ابراهيم قابلته مره واثنين وثلاثه بياخدني بالحضن وصديق وصاحب ورحله بس هو بص هو المحتوى الاعلامي اللي بيقدمه ابراهيم من وجهه نظرك او بلاش من وجهه نظرك عشان ما احرجكش لان مالكش دعوه بالموضوع ده. انا من وجهه نظري ان ابراهيم ما بيعملش محتوى اعلامي يليق بابراهيم سعيد ويليق بالقناه. هو مجرد ان هو بيقدم محتوى اعلامي ازاي اعرف اهاجم طارق السيد محمد صلاح شيكابالا زيزو مجرد ان انا بشوف تصريحات الناس ايه وبجيبها انتقدها. هو ده المحتوى اللي بيقدمه ابراهيم. اوكي انا ما بتفرجش والله فمش عارف احكم هو بيعمل ايه. لا ده مثلا انا بقول ايه يعني انا كنت معترض الفتره اللي فاتت على الحكم اللي هيحكم بتاع الفار نهضه بركان نهضه بركان ماشي. فقلت تصريح بقوله تاني اهو لو اديت الزمالك العداله في افريقيا هياخد بطوله افريقيا. انا بتكلم على الكونفدراليه بتكلم على ماتش الزمالك اللي جاي بعد اسبوع اللي الراجل بقاله اللي الراجل الفار ده حكم لفرقه نهضه بركان بس في البطوله دي 4 ماتشات ونهضه بركان في ماتشين ما لعبهمش اللي هم بتوع نص النهائي. صح كده؟ صح. لا وكان ليه واقعه في الماتش الكارت الاحمر ده صريحه يعني صريحه فضيحه مش صريحه يعني حاجه كارثه يعني ماشي. فلقيت لك ابراهيم طالع تاني يوم بيقول
هي تصريحات الكابتن طارق السيد اللي بيقوله ده، بيقول افريقيا مش افريقيا، ده لو لاعب الاهلي، يعني انت بتتكلم عن النادي الاهلي، انت بتستدعي النادي الاهلي في الموضوع ليه؟ هو الزمالك كان هيلعب النادي الاهلي؟ هو الزمالك في ماتش بينه وبين النادي الاهلي؟ هو الزمالك داخل على ماتش ضد النادي الاهلي؟ حبيبي انا بتكلم على الكونفدرالية، انت خدت الموضوع لموال تاني وصرحت. طيب لما يجي ابراهيم سعيد يطلع يقول لك هو طارق السيد بيتدخل لفتوح ليه، وكل شويه يتكلم على فتوح ويعمل ويعمل طب انت ده منطقي؟ لو انا ما اتدخلتش لفتوح وانت مكتشف وابو الروح يعني اللي انا اللي انا سوري يعني فتوح عارف ان طارق السيد لما جه يجيب فتوح النادي دافع من جيبه من ماله الخاص 20,000 جنيه فيه. والولد شايلها جميله كبيره جدا، والولد عارف الكلام ده كويس، عشان كده بيكبرك دايما. طب لما لو انا ما اتدخلتش امال مين اللي اتدخل؟ مفهوم مفهوم، انا ده فاهم. ماشي، اخر حاجه بقى خالص قبل ما نختم الحته دي، انت بتقصد تنكش جمهور الاهلي على السوشيال ميديا؟ لا انا بتكلم في واقع. ماشي، بس ما بتبقاش حاطط في دماغك ان انا هقول كده وهنكش الجمهور في الحته دي وهقول مش عارف ايه؟ لا لا، اصلا انا مش بتاع يعني ايه، من الاخر انا مش بتاع الترند. اوكي، مش بعمل ده عشان الترند. انا لما باجي اتكلم على واقع، اولا انا السوشيال ميديا بالنسبه لي بطلع اقول حدث وخبر. يعني انت من شويه قلت ايه؟ قلت في اشاعه بتخص محمد الشناوي. سالتك سؤال بسيط جدا، قلت لك لو اشاعه يبقى بلاش نتكلم فيها. اوكي، صح صح، الموضوع واقع ولا اشاعه؟ لا صح. طيب الموضوع لما واقع اطلع اقول ان في مشكله بين الشناوي والنادي الاهلي، يبقى انا كده بنكش النادي الاهلي؟ لا، مش بتنكش نادي الاهلي. لو بتتكلم فيها فعلا والموضوع حقيقي كده، ده هو ده جدا. هو ده لما اطلع اقول مثلا اني خبر ان كهربا هيدفع الغرامه قريب، او دفع الغرامه، هل ده حدث ولا خبر ولا مش خبر؟ صح. طب واقع يعني. لما اطلع ده، انا مثلا امبارح، وقدامك انت معاك، بلاش امبارح، ما النهارده اهو، انا قلت ايه على جوزيه جوميز؟ هل كده انا بعادي جمهور الزمالك؟ لا طبعا، انا بقول وجهه نظري الفنيه. لما بيجيني خبر عن النادي الاهلي بقوله فيه. يبقى فين النكش؟ عبد المنعم في فتره من الفترات كان عامل مشاكل مع النادي الاهلي جدا، صح؟ جدا. لما اطلع اقول ان في مشكله بين عبد المنعم والنادي الاهلي، كده انا بنكش النادي الاهلي؟ فاهم قصدك، فهمت. فانت بتتكلم في وقائع وحاجات حقيقيه، فالناس بتاخدها ان انت اللي بتنفخ في النار، واللي أوكي. عنده تكذيب يطلع يكذب. وعلى فكره هو ده منطقي، لان جمهور الزمالك هيشوف ناس في الاهلاويه بيعملوا كده، وجمهور الاهلي هيشوف ناس في الزمالك بيعملوا كده، وده الطبيعي في السنين الاخيره يعني. ماشي، انا خلصت الفقره دي، لكن ندخل على الفقره الاخيره عشان انت حبيبي، يعني ليك سؤالين تسالهم لي. ليه سؤالين اسالهم لك؟ قبل ما نختم بقى الحلقه، ايه رايك في جوزيه جوميز بصراحه؟ اصل الناس هتزعل مني، انت عمال تقصر فيا، اصل الناس هتزعل مني، عمال تقصر فيا. بس اقول لك على حاجه، اصل انت جمهور الزمالك في الاخر عارف انك نجم الزمالك، فمش هيزعل منك لو قلت عليه ان هو. طب هقول لك على حاجه، بس كده. انا جمهور الزمالك، يعني جمهور الزمالك بيحسدني على الاهلي، وجمهور الاهلي بيحسدني على الزمالك، عشان اقول لك من الاخر. حلو ده كلام كده؟ على فكره انا مش مختلف. فلو انا اتكلمت على ده هيقول لك بص بيخبط في الجمهور ازاي، بيخبط في المدرب ازاي. طب بلاش جوميز خالص يعني. ماشي، مع ان انا ممكن اقول لك عادي، انا بس بفهمك، بمهد لك، انا ما عنديش مشكله، بس انا اقول لك من الاخر يعني انا مش شايفه مدرب عبقري. بس كده سؤال اولاني ولا لسه؟ لا مش محسوب. ماشي، طيب اختيار الشناوي المنتخب مصر من وجهه نظرك بالنسبه للكابتن حسام حسن مش منطقي، وال الموضوع ده بالذات حساس لاسباب كتيره، لانه بيتعامل على حسب اللعيب مش بمقياس ثابت. يعني النهارده ممكن اعمله مع لعيب، وبكره ممكن استبعد واحد تاني فيقولوا لي استبعدته ليه، اقول لهم اصل بقى له 4 شهور ما بيلعبش. فاهم قصدي؟ فهي ما بتبقاش وعلى فكره ده في كل حاجه، ده حتى في العقوبات. يعني بتلاقي اللعيب الفلاني اخد ماتشين واللعيب العلاني اخد 10 ماتشات، ليه؟ مش في لائحه نفس الفعل بنفس رد الفعل، ولا انا غلطان؟ لا، ما اصل ده كان في يوم كذا وده يوم كذا،
ده الصبح وده بأي كلام. فأنا ما بحسش في مصر إن احنا ماشيين بمسطرة واحدة في الموضوع ده. هو ده اللي أنا بقوله على السوشيال ميديا بس. أنا بقولك رأيه هو. هو ده اللي أنا بقوله على السوشيال بالظبط. يعني والناس بتقولك إيه أسطرق بينكش جمهور الأهلي. هو بالظبط. عارف انا طارق السيد اللي بيتكلم دلوقتي الناس زعلانه ليه بقى؟ لا لا لو انت بتتكلم في حاجات حقيقيه وواقعه وبتاع والله كده يعني انا لما يجي مثلا 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 قبل ما اسالك السؤال الثاني عشان السؤال الثاني في منتهى الاهميه بالنسبه لي يلا بينا ماشي. لما اقول ان العقوبه اللي توقعت على حسين الشحات عقوبه ضعيفه جدا وما تسواش الجرم اللي حصل في ظل ان في وقت من الاوقات شيكابالا خد 8 شهور عشان بيقول لعيده مجلس إدارة او رئيس اتحاد يعني اللي بيحصل ده غلط انت كده بتجامل على حساب الزمالك او انت اهلاوي بس. عشان كده بقى انا بقول لك الموضوع ده بالذات علشان هو بيخلق جدل زياده عن اللزوم. انت مش بتطبق لائحه واضحه تحطها في عين التخين لو جه اتكلم معاك. انت بتعملش كده طول عمرك, انت بتعملها بالحب كده يعني بالمزاج باي حاجه. لو انت ماشي باللائحه والله ما واحد هيفتح بقه. انا بقول لك والله ما واحد هيفتح بقه اهلاوي او زملكاوي, ما حدش هيفتح بقه, ما حدش هيحس بالموضوع ده صح بالظبط, ما حدش هيزعل. انت فاهم ان ده عمل الغلطه دي كده كده, انا فاهم انه هياخد كذا عقوبه كذا, لكن انت ما بتبقاش فاهم هو ده ليه اخد 2 وده اخد 4, ده ليه اخد 6 وده ما خدش, ده ليه ما خدش مش عارف ايه وده اخد ايه, ليه ده الناس جملته وده الناس ما جملته. انت مش فاهم حاجه, انت حاسس الموضوع ماشي عامل كده. بس اسال السؤال التالت. طيب بقى سؤال يعني انا عارف بس صعباني. لا ما تتحركش منه. لا مش هتحرك, انا ما بتحركش خالص. انا ما بتحركش والله خالص. بقول اللي انا عايزه. مين احسن لعيب في مصر حاليا بعيد عن محمد صلاح؟ احسن لعيب في مصر حاليا بثبات المستوى في اخر 4 سنين احمد السيد زيزو, قولا واحدا. انت راجل محترم. انا والله بتكلم ماليش دعوه على بقى احمر ولا ابيض, انا بكلمك بجد. انا بتكلم على لعيب مستوى ثابت, زيرو مشاكل, زيرو تصريحات عبيطه, زيرو سوشيال ميديا ملهاش لازمه, كوره بس. حتى وفرقتي وحشه انا كويس, حتى وفرقتي واقعه انا كويس, بموت نفسي لحد اخر نفس, الناس تهاجمني ما بتكلمش. فانا شايف انه العقليات اللي زي زيزو اصلا انا اقدر اعدهم لك, هما ما يكملوش 5 والله ما بهزر. العقليات اللي هي المحترفه دي في مصر دلوقتي حالا ما يكملوش 5, واقدر اقول لك منهم في 3 يحضروني, يعني في 4 يحضروني: احمد السيد زيزو, مصطفى شوبير, عبد الله السعيد, احمد نادر السيد. دول الاربعه اللي انا بيعجبني جدا دماغهم. انا شايف واحد من النادي الاهلي برضه. مين؟ خد بالك. مين؟ مروان عطيه. ما مش عارف احكم عليه قوي, ما بيشتغلش سوشيال ميديا زي معاك الناس. معاك بس مستوى يعني لما بينزل الملعب بيبقى ثابت قوي. اشوف انا زملكاوي اهو وبشكر في, في في عشان الناس برضه تقول لك اصل طارق السيد بيهاجم بتوع الاهلي اهو. يعني بقول لك شوف انت قلت 4 اسماء ما فهمش مروان. بس انا شايف مروان نفس الـ نوعيه الكلام اللي انت بتقوله على الباقيين الى حد ما افضل من ناس كتير جدا. لان انا ما بشوفوش على السوشيال ميديا خالص. خالص صح. ما بيستدعيش المشكله لنفسه, بيقعد ما بيفتحش بقه, فاتح وعايش كوره. انا بحب اللعيبه اللي عايشه كوره يا باشا, يبقى الحاجات التانية دي بعد ما تبطل ابقى اعملها, بس انت عايش كوره انت راجل بالنسبه لي هايل. بس كده. انت راجل محترم يا كريم والله, وانا سعيد ان انا معاك بجد. لاني خد بالك هقول لك على حاجه, في كتير قوي 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 بيتكلموا بالاهواء وبالالوان وبيتكلموا والله يا عمي. اقول لك على حاجه, هقول لك على حاجه اجيب لك من الاخر. يعني انا اكيد كنت بشجع الكوره في مصر, بس انا موتت الحته دي فما بقتش بتاثر عليا, ما بقتش انا بحب الحته. لا وعلى فكره موتها. مش معنى ان انت بتشجع نادي دي حاجه تانية, ان انت ان انت سوري في الاعلام تبقى موجه ناحيه النادي ده. صح. يعني ده مش على فكره اقسم بالله كريم, وده اللي مزعلني جوايا جدا جدا جدا, ان انت يعني انا هقول لك على معلومه, والمعلومه دي مغضباني من نفسي قوي, ومغضباني مش من نفسي, من الناس. انا عارف احنا وقتنا خلص صح. طيب بس في اسرع ما يمكن ماشي. طارق السيد استبعد, لان الكلام ده في احد الاعلاميين او الصحفيين اتكلم عليه بطريقه غير صحيحه ماشي, استبعد من منتخب مصر 2009 كمدير فني عشان طلع فرح بفرقه 2009. انا اهو الكلام واضح. لما كسبت الاهلي 5 زمالك. ايه ده؟ طب ايه المشكله؟ ازاي ايه علاقه ده بده؟ يعني ما هو منتخب 2009, فايه علاقه ده بده؟ ما اعرفش.
مش انت زملكاوي لعبت في الزمالك وما لا مش عايزين ليه؟ نفرح ليه يعني؟ واستبعدت من مدير فني منتخب بعد ما القرار اتاخد. مستحيل يبقى السبب الحقيقي. اقسم بالله حصل. مستحيل يبقى السبب الحقيقي. ده الممكن المعلن. اقسم بالله ده الاساس. ده الحقيقي؟ اه. دي تبقى كارثه. اقسم بالله. والله تبقى كارثه. وانت يعني المفروض تزعل يعني عشان الزمالك كسب الاهلي؟ لا ازاي تعمل فيديو وتفرح بالزمالك وتفرح ب 2009 وانت تمسك المنتخب ده؟ انت عملت الفيديو ده يعني وقت الاعلان؟ ايه؟ وقت الاعلان عن توليك المسؤوليه؟ قبل ما يتعلن الاسم رسمي. اه. الفيديو اتعمل. اوكي. وانا القرار متاخد من قبلها بشهر واتنين. وكنت عارف ان انت بتبلغ بيه. اوكي. من اعضاء مجلس اداره الاتحاد. وده قالت لك كده صريحه ولا ما اتقالتلكش؟ لا هي ما اتقالتليش انا. اتقالت لحد. اه. اوكي. واتقالت وعلى فكره صحفيين كتير قوي عارفينها وعالمين كتير جدا عارفينها. تخيل وصل بينا الحال ان طارق السيد يستبعد من منتخب مصر. بس هي حساسه برضو خلي بالك. ليه؟ يعني فيها حساسيه. ليه 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 انت اتقالك انك خلاص المدير الفني منتخب مصر؟ ما اتقالك. مفيش قرار رسمي. مفيش بلغت بس اتبلغت يعني الكلام ان انت اللي جاي هو في قرار داخل. طب اللعيبه لما اللعيبه بتاعه الاهلي لما تخش لك المعسكر وانت شايفك كنت فرحان فيهم امبارح في الفيديو هجيب لك الاخر. يلا النادي الاهلي. اه. وانا ماسك الترسانه اشترى من طارق السيد مصطفى مخلوف حارس المرمى. حارس المرمى. اه. وانا موجود ومدير فني. طارق السيد وهو مدير فني مش هيضر نفسه عشان خاطر اي حد. لو هلاقي لعيب كويس في النادي الاهلي هاخده غصب عني. طب. لان دي مصلحتي الشخصيه. طب. مش هجامل حد على حساب مصلحتي الشخصيه حتى لو ابويا. الله يرحمه. فيه. حتى لو اخويا. نورتني يا كابتن مصر. حبيبي يا علام. نورتني. كنت سعيد جدا. حبيبي يا كابتن طارق ربنا يخليك. نورتني كابتن طارق السيد واحد من نجوم الزمالك ومنتخب مصر كان ضيفنا النهارده في الاستاد. بكره ان شاء الله الاعاده الظهر على نجوم اف ام تي في. تصبحوا على خير. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.